السلام عليكم، عليكم السلام. مساء الخير شباب. سنور طيب خلينا أهلا نبدأ. ورحمة الله. طيب أوكي، خلينا نبدأ الآن. نقول بسم الله، خلاص بدينا. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك على كل شيء قدير. حياكم الله في أحد لقاءات رياض داتا جيكس، بس هذه المرة عن بعد. أو رياض داتا كوميونيتي، عفوا صار اسمنا، لكن هذه المرة عن بعد. نبغى نعرف بس السؤال اللي دائما نطرحه، مين أول مرة يحضر لأحد لقاءات رياض داتا كوميونيتي؟ يرفع يده. أوكي، raise your hand. جميل. أوكي، وصلنا لأكثر من نص تقريبا. أوكي، خليني أعرفكم بس بشكل مبسط عن المجموعة السعودية للبيانات والرياض داتا كوميونيتي. يعني خليكم معي. المجموعة السعودية للبيانات، الحين الشير سكرين طالع شباب؟ نعم تمام. جميل. في المجموعة السعودية للبيانات، هدفنا هو رفع وعي المجتمع أو تمكين المهتمين عن طريق مجموعة من البرامج. واحدة من البرامج هذه، أو عندها مجموعة من البرامج مختلفة عن بعض، كل برنامج له أسلوب وله آلية أساس يوعي المجتمع أو يرفع كفاءة المهتمين في مجال البيانات بالتحديد. طبعا صار عمرنا سنتين، الحين في السنة الثالثة بدينا فيها. خليني أكلمكم عن واحدة من البرامج كمثال. واحدة من البرامج اللي عندنا اسمها مدرسة التمكين. مدرسة التمكين، السنة اللي راحت، فكرة مدرسة التمكين أول شيء إيش؟ مدرسة التمكين جات الحاجة منها من المجتمع. المجتمع كان يجينا كثير أسئلة إنه كيف نصير علماء بيانات، خصوصا من طلاب المدارس، كيف نصير علماء بيانات، إيش الشيء اللي نتعلمه عشان نصير علماء بيانات. فسوينا في المجموعة السعودية للبيانات شيء اسمه مدرسة التمكين. برنامج مدرسة التمكين هدفه أن الطالب يجي خلال يومين يتعلم المبادئ الأساسية لعلم الإحصاء، يتعلم سحب واستكشاف البيانات ولغة البايثون. بعد ما يتعلم هذه الثلاثة نعطيه مشروع لمدة أسبوع، بعدين نهاية هذا المشروع الناس اللي يخلصوا المشروع هذا يكونون قادرين أنهم يدخلون المستوى الثاني، اللي هو يصيرون يقدرون يدخلون في تعلم الآلة والداتا فيجواليزيشن. معلش بس أستاذ خالد، الصوت عندك يبغى تكبر المايك. طيب، فهذه مدرسة التمكين. مدرسة التمكين السنة اللي راحت 60 شخص تخرج من مدرسة التمكين ولله الحمد، أو أكثر من 60 شخص. طيب، هذا مدرسة التمكين، هذا أسلوبه. إحنا الآن في شيء اسمه مجتمعات البيانات. مجتمعات البيانات، في عندنا ثلاث مجتمعات بيانات، واحد في الرياض وفي جدة وفي الشرقية. هذه لقاءات هدفها ان احنا نتعلم من شخص متخصص في البيانات معلومة جديدة، بحيث انه يلخص لنا الخبرات اللي اخذها في سنين طويلة، يلخصها لنا في لقاء مدته ساعتين. فهذه هي مجتمعات البيانات. الحين بحكم الظروف اللي موجودة سويناها اونلاين على اساس نستمر. فهذا اول لقاء عن بعد، وحيكون مو لقاء، حتكون اربع لقاءات متتاليه ان شاء الله، بعنوان سلسله تحليل بيانات كورونا باستخدام لغه الار. فهذه السلسله حيكون معنا الاستاذ محمد الفيفي والاستاذ خالد القرني. اول شيء حياكم الله استاذ خالد واستاذ محمد. الله يحييك. بداية خلونا خليني بس أسكر هذا. هذا شيء ملخص أساس تعرف وش هي المجموعة السعودية للبيانات وش هي بالتحديد مجتمعات البيانات اللي إحنا الحين فيها. نبدأ مع الأستاذ خالد القرني. أستاذ خالد القرني ماجستير في تحليل معلومات من أمريكا، ويعمل الحين في جهة شبه حكومية. هو من موظفين اللي كانوا في بنك الرياض في مجال البيانات. الأستاذ خالد حيتكلم عن الجزء النظري الموجود في هذه السلسلة. فقبل ما نبدأ في السلسلة هذه، بس أستاذ خالد، دائما الفترة الأخيرة قاعدين نسمع إنه
البريدكتيف اناليسز، التحليل التنبؤي باستخدام المشين ليرنينج وباستخدام الادوات الاخرى. فقليل الكلام عن الديسكريبتيف اناليسز اللي هو التحليل الوصفي. احنا السلسله هذه كلها تكون تحليل وصفي. فايش السبب انه صايره قليل الكلام عن التحليل الوصفي؟ والاهم من هذا، ايش هي مستويات التحليل؟ في عده مستويات. ايش هي وفي مكان التحليل الوصفي منها؟ فاذا ممكن تبدا وتبدا الجزء النظري. استاذ خالد حياك الله. اكيد، اهلا وسهلا بالجميع. طبعا اول شيء حاب اشكر المجموعه السعوديه للبيانات وبالاخص المجموعه المتركزه في الرياض، رياض داتا جيك، على إتاحة الفرصة. طبعا عشان ما أخذ من وقتكم كثير، أنا بدخل على طول في صلب الموضوع، تحليل البيانات. أول شيء طبعا أنا ببدأ بسؤال مهم اللي هو وش هو تحليل البيانات. أتكلم عن علم مهتم باستقطاب المعلومات هيئتها، بعد ذلك عرضها ليتم الاستفادة من مخرجاتها. هذا هو باختصار تحليل البيانات. وش يغير طيب تحليل البيانات؟ تحليل البيانات بكل بساطة يحول داتا خام إلى مخرجات ثاقبة سهلة الفهم لاتخاذ القرار، تساعدهم على اتخاذ القرار، أو تساهم في حل مشكلة معينة. غالباً المخرجات إذا حصرتها بتكون إما تقارير، رسوم بيانية، نماذج، أو لوحات بيانات تفاعلية. هذه المخرجات بشكل عام. لو تكلمنا عن أنواع التحليل، تقريباً حصروها العلماء في 4 أنواع. نتكلم عن الديسكريبتيف اناليسز، نتكلم عن البريدكتيف، الدياجنوستيك، والبريسكريبتيف. طبعا اتكلم عن التحليل الوصفي. التحليل الوصفي هو من اهم انواع التحاليل، واصلا ما تقدر تنتقل لاي نوع من انواع التحليل الا ان تمر بالتحليل الوصفي. وغالبا ياخذ 80% من الشغل، يعني من شغل التحليل. دائما السؤال اللي ينطرح في هذا التحليل ماذا يحدث؟ هو دائما يجاوب سؤال بهذه الصيغة، وش قاعد يصير في الماضي. فهذا هو تحليل الوصفي. بعد كذا انتقل لتحليل تشخيصي. ليش؟ لماذا حدث؟ ليش صار كورونا؟ وش سببه؟ هذا diagnostic analysis. بعد كذا ننتقل للتحليل اللي هو الحين انتشر بشكل واسع، اللي هو التحليل التنبؤي، البريدكتيف analysis، ماذا سوف يحدث، أو what will gonna happen في الفيوتشر. فهذا التحليل غالبا تستخدم فيه المشين ليرنينج، تستخدم فيه بعض الألغوريثمات، in addition to التحليل الإرشادي أو الوصفي والتحليل التشخيصي. يعني قبل لا ننتقل للتحليل التنبؤي لازم يكون عندنا descriptive exploratory أو diagnostic analysis. آخر تحليل اللي هو prescriptive اللي هو الإرشادي، وهذا غالباً أشهر مثال لو يضرب فيه المثل دائماً اللي هو recommendation system، زي نتفليكس مثلاً recommend movie، لأنه في النهاية prediction زائد solution، يعني يقدم شيء في الفيوتشر ويعطيك الحل له. يعني أنا مثلاً recommendation system غالباً تقدم أنه والله الشخص الفلاني يفضل الأكشن موفي، فبالتالي الموفي المفضل له هو الموفي الإكس أو واي. فهذا يسموه تحليل الإرشادي أو الديسكريبتيف أناليسيس. طبعاً راح يكون عندنا، أنا راح أرجع شوية خطوة للوراء، راح يكون عندنا في هذه الورشة إن شاء الله 4 أيام. طبعاً الأربع أيام هذه قسمت على حسب الجدول. إلى اليوم الأول راح يكون فيه أساسيات الآر والتاي ديفيرس، وزي ما تعرفون الآر واحدة من اللغات المهمة في التحليل، بالإضافة إلى البايثون، وأيضاً في تولز كثيرة تستخدم في هذا المجال، لكن إحنا هنا بنركز على الآر. فاليوم الأول راح يكون أساسيات الآر والتاي ديفيرس اللي هو باكيج من باكيجات الآر. بعد كذا راح يكون في تحليل وصفي لبيانات الإصابة بكورونا، وطرح بعض الأسئلة طبعاً عن طريق المشاركين أو الناس اللي حاضرين معنا، وراح نجاوب عليها باستخدام باكيجات موجودة في الآر. بعد كذا راح ننتقل في اليوم الثالث إلى أساسيات بناء لوحة بيانات باستخدام الشايني اللي هو شايني آب، هذا موجود أيضا موجودة في الآر. آخر يوم راح نتطور إلى بناء لوحة بيانات متقدمة باستخدام الشايني آب. الحين بترك المجال الزميل محمد يكمل ويبدأ باليوم الأول. طبعا عندنا إحنا سلاك شانل وفيها
وموجود فيها اللي هو عندنا ask for support، عندنا كل يوم في channel، عندنا installation channel. الانستليشن channel راح يكون فيها طبعا احنا راح نستخدم اسمه R cloud، تمام؟ طبعا تقدروا كلكم تدخل عليه rstudio.cloud، اللينك موجود في الانستليشن. بعد كذا هناك راح نبدا السيشن من دي 1 الى دي 4. اللي ما يقدر يدخل على الار ستوديو دوت كلاود يقدر ينزل الار، يمكن الار والار ستوديو، وبرضه الديسكريبشن الانستليشن موجود في الشانل، نفس الشانل، فيقدر يمشي ينزلها على جهاز ويبدا معانا في الكود، وراح نساعدكم ان شاء الله ونطلع بفائده الاكبر. انقل المايك لاخوي محمد. تفضل. يعطيك ألف عافية خالد، ما قصرت. طبعاً إحنا الحين قاعدين نسوي حاجة أساس، لأن الحضور صراحة عدى 100 بكثير، وفي كثيرين الآن قاعدين يطلبونها، فقاعدين نسوي بث مباشر على اليوتيوب، فأساس الناس اللي ما يقدروا يدخلوا الزوم يقدروا يشوفوا عن طريق اليوتيوب، فدرونا شويتين. طيب هذا واحد، الله يعطيك ألف عافية، وضحت جداً الفرق بين التحليل الوصفي والاستدلالي والتشخيصي والتنبؤي. الآن أستاذ محمد، أنت جيت وجابك ربي، يعني أنا من زمان في موضوع نفسي أفتحه معك من زمان. كل الناس اللي أعرفهم قاعدين يتحولون من الآر إلى البايثون، اللي ما في اللي قليلين يعرفوه أستاذ محمد كان خبير في البايثون وفجأة نقل للآر وصار يستخدم الآر باحتراف، وصار يستخدمه في أغلب مشاريعه في كل شغله تقريبا. فهذا الشيء مو كثير نسمعه الفترة الأخيرة، فأبغى أعرف أول شيء أستاذ محمد، هل نقلتك من البايثون إلى الآر الشيء اللي تعلمتها في البايثون ما زلت مستفيد منها ولا لا بديت من الصفر؟ هذا أول شيء. والثاني شيء اللي خلاك تروح للآر، وش الشيء اللي لقيتها مميزات في الآر ما لقيتها في البايثون؟ فإذا ممكن تعطينا هذه النقطة بعدين نبدأ في نبدأ في اللقاء. أهلين عبد القادر، يعطيك العافية، شكرا أول شيء على الاستضافة، وشكرا على الجهود العظيمة اللي تبذلوها. سعيد بإني أكون معاكم اليوم، إن شاء الله نقدم شيء مفيد. بخصوص R، أنا والله حكايتي معه حكاية، يعني أنا كنت يعني متعصب للبايثون، وفي آخر شركة اشتغلت فيها قبل STC كنت موجود في نيوزيلندا وأعمل كعالم بيانات هناك، ورئيسي في الدوام هو كان بايثون، عنده PhD في الكمبيوتر ساينس، ويعني حول إلى R، وهو صراحة الشخص اللي أعطاني يعني دفعة إني I have a look مرة ثانية الـ R. طبعاً أنا كنت مستخدم R من قبل، من خلال الـ Tidyverse صراحة R is different، يعني في two world in R، في الـ base R والـ Tidyverse. لما قرأت syntax اللي هو طريقة كتابة اللي أنا أبغى أنجزه، اللي أبغى أوصل له. بس طبعاً في R في مميزات، الكوميونيتي صراحة رهيب، تلقى يعني هو open source زي Python، متخصص بس في الـ data science، يعني كله statistics و data، بينما Python multi-purpose. الكوميونيتي فيه يعني تلقى ناس كثيره ببلش بوكس، في ادوات للببلش ببلشينج البوكس، مثلا رساله الماجستير انا كتبتها كلها بالار، في ادوات كيف انت السايتيشن، يعني صراحه من ناحيه انك انت تتكلم على ببليكيشن ولا ثينكس، يعني شغلات لها دخل بالداتا، انا اشوف ار مره ممتاز. الشغلتين الاخيره اللي هي الاي دي اي، الار ستوديو جميل، أنا جربت جوبيتر لاب وجوبيتر نوتبوك، الار ستوديو صراحة مرة مميز، وبنشوف الليلة بعض مميزاته، وزي ما قلت في البداية التايديفرس. خلصت يا عبد القادر. رائع، زي ما قلت لك الحين بس قاعد شغال، أبغى أسوي بث مباشر على اليوتيوب أساس الناس اللي ما قدروا يدخلوا الشانل صار فول، فما في أي مكان ما صار يقبل أكثر من اللي موجودين، فالناس الآن الحمد لله صار يقدرون يشوفون على اليوتيوب. فإذا في ناس عندهم مسألة في اليوتيوب، طيب زي ما قلنا هذا أول لقاء لنا أونلاين، فخلينا نرتبه. أول شيء
الماده التعليميه اللي موجوده اللي هي ان شاء الله الاستاذ محمد حيبدا يكتبها معنا ويكتبها كود هذه اوريدي ارسلت لكم على الايميلات، فما يحتاج انك تعب نفسك وتقعد تكتب معه، اوريدي موجوده على ايميلك في حال انك سجلت، تمشي مع خطوه بخطوه. هذا في حال ان عندك خبره في الار. الشيء الثاني في حال ما عندك خبره في الار، وهذا اللي انا انصح فيه شخصيا، انه ركز مع البرزنتيشن كامل، لانه هذا البرزنتيشن حيكون مسجل هنعرضه بعدين تقدر تشوفه مره ثانيه وثالثه ورابعه. فنصيحه ركز على البرزنتيشن، والناس اللي ما وصل لهم الايميل ممكن نرسل لكم مره ثانيه، لا تشيلها. في ناس قاعد يقول ما ارسل لي شيء. ف هذا بالنسبه لكيف حيمشي البرزنتيشن. استاذ محمد اذا ممكن تتفضل الان، المايك معك، خذ راحتك، شرح كامل. اذا في اي احد عنده اي سؤال يا ريت نخليها في نهايه العرض اساس استاذ محمد يقفلها كامله هو استاذ خالد ويجاوبون عنها سؤال سؤال. فالان نبغى البرزنتيشن يكون متصل كامل، فتفضل. طيب ممتاز. الان واضح معك الشاشه؟ الان واضحه جدا. طيب شباب واضحه معكم في الشات؟ يس واضحه، تفضل. ممتاز. المفروض الكل يدخل على R Studio Cloud. انا شيكت قبل شويه البروجكت في يعني مجموعه كبيره كلهم اوريدي دخلوا على على الورك سبيس هذا. اول شيء ابغى اعطيكم نبذه عن R Studio، وبعدين نبدا زي ما قلنا في البدايه راح نتكلم بس عن الاساسيات، عن R اليوم الاول، R وتايديفيرس اليوم الثاني، راح ندخل للكليننج داتا يعني براكتس بالكورونا فيروس داتا سيت، اليوم الثالث راح نبني داشبورد متواضعة، واليوم الرابع راح نبني داشبورد نستخدمين فيه الكورونا فيروس داتا سيت أو بيانات كورونا. بالنسبة للR Studio، أول ما تفتح الR Studio راح يكون راح تطلع لك هذه الشاشة، هنا الكونسول. المفروض إذا أنك رحت عند فايل فايل وحطيت نيو فايل R Script، المفروض تفتح لك شاشة مختلفة. الآن أنا already created this file هنا، فأضغط عليه راح يفتح معايا المكان اللي أكتب فيه الكود، وراح يتسواله save في day one.r. الكونسول هنا أقدر من خلالها أسوي execution للكود. مثلا لو حطيت 1+1 يساوي 2، هذا الكود اللي ينكتب في الكونسول ما راح ينحفظ، بعكس لما تكتبه هنا. فهذه حاجة مهمة to note. في عندنا هنا التيرمينال، تقدر برضو موجودة من الـ IDE انك تكتب باش سكريبت هنا. في على اليمين هنا خلصنا من الجانب الأيسر، وعلى الجانب الأيمن في عندنا هنا الفايل يطلع لك ايش الفايلز اللي موجودة في البروجكت حقك. في عندك البلوت هنا يطلع لك إذا عندك plot، في عندك إذا سويت أي رسم يعني الباكيجز، أي library أنت سويت لها installation راح تلقاها هنا، ولما تضغط عليها تقدر تروح وتشوف إيش الفانكشنز اللي هي داخل library هنا. بطيء شوية مش عارف ليش، المفروض يطلع لنا إيش libraries اللي موجودة. الفيور اذا عندك انت HTML بيطلع لك هنا الفيور. الانفايرمنت لو انك انت كرييتد يعني سويت فاريبل راح يطلع لك هنا، سواء داتا فريم او اي غيره او اي نوع ثاني. الهيستوري هنا يطلع لك ايش انت كتبت في الاكواد اللي انت يو ران او يو اكسكيوتد. اي شيء انا اكتبه هنا مثلا 3+3 المفروض موجود هنا في الهيستوري. احيانا تكتب اكواد كثيره في الهيستوري، هذا يكون مره مفيد تبغى ترجع له، فمره مره مهمه. الكونكشن هنا لو انك انت الحين فتح معانا الهيلب، هذه هي الديبلر اللي قبل شويه دخلناها، هذه هي كل الفانكشنز، تقدر تدخل وتشوف الدوكيمنت حق كل فانكشن. نرجع للكونكشن. الكونكشن هنا له دخل اذا انك انت تتكلم عن database، انت connected للداتابيس راح يطلع لك هنا ايش هو التيبلز اللي موجوده في الداتابيس. طيب هذا باختصار R Studio. R Studio يعني يبغى له الحاله ورك شوب، بس هذا باختصار انك انت ايش
تمشي امورك في ار ستوديو وتقدر تبدا. طيب اول شيء راح نبدا فيه اللي هو الماث اوبريشن، اوريدي شاركت معاكم اللي هو 1+1. طبعا انا بادي من البدايه انه اعتبر ان الشخص اللي معانا يعني مره بيسك، هذا الزائد اذا انك تبغى ناقص ضرب قسمه. طبعا لما انت تحدد الكود وتضغط على رن تويل رن في الكونسول تحت، او انك تقدر تروح بجنب الكود واذا انك عندك ماك تضغط كوماند انتر، اتوقع في ويندوز كنترول انتر، او الاس نرجع مره ثانيه اللي هو 2+2 نشوفها هنا اللي هي 4. فهذه البيسك يعني كيف تبدا في يعني تسوي operation للماث basic operations. الassignment variables يعني عندنا variable a نقدر assign the value to له، بيكون عندنا a يساوي 2. لما نشوف الenvironment هنا نقدر نشوف انه احنا في الenvironment هذه already created او انشأنا variable اسمه a او متغير اسمه a، والفاليو اللي مرتبطة فيه هي رقمها اللي هي 2. طبعا في R اذا انك بايثون ولا اي اذا عندك اي فكرة عن لغات برمجة ثانية مختلفة راح تلقى انهم دائما يستخدموا الايكوال، بس في R عادة نستخدم او خليها A نستخدم هذا الرمز هو نفسه هذا. الآن A برضه 2 أو نخليها 3 عشان نبان، شوف A 3. طيب هذه الـ assigning يعني أو نربط قيمة بمتغير. الآن المتغير يقدر ياخذ أكثر من قيمة، ممكن ياخذ text مو بالضرورة رقم. الحين لما A شوف A صارت hello برضه، ممكن المتغير ياخذ اكثر، ياخذ شيء يسمونه فيكتور يعني اكثر من قيمه. فعندنا اي الحين من 1 إلى 10 نشوفها هنا 1 إلى 10 كلها هذه في اي. طبعا انك الشغل مع المتغيرات مره اساسي، وراح يعني اي شخص يبرمج لازم يستخدم المتغيرات. يعني لو إن عشان نوصل الصورة أخذ في هالحالة حطينا B اللي هو 2 زي ما انتم شايفين هنا، حطينا K اللي هي 3، وبعدين جمعناها كلها في X، X يساوي 5. فالآن يعني نقدر نستخدم X لأنه يعني ونبني عليه. طيب ال في R الحين راح ندخل على هذه شغلات بيسك تلقاها في كل تقريبا لغة برمجة، اللهم هذه الفكتورايزيشن يعني ممكن تكون مختلفة. ندخل الداتا ستراكشر بالنسبة ل R. في عندنا اللي هي الانتجرز او النوميريك ارقام اكس 1 2 3، هذا فيكتور اوف انتجرز. في عندنا نقدر زي ما وريت قبل شويه هلو هاي اكس الحين مجموعه هلو وهاي، هو vector of character. إذا نبغى نعرف إيش النوع حق ال variable، هل هو integer هل هو character، نستخدم class و x ويطلع لنا إنه هو إيش character. هنا لما نشوف في ال environment أقدر أعرف إنه a type حقه integer من ال int، أو ال x أقدر أعرف إنه character من char.
في عندنا lists. list هذه ممكن تكون تكون character وتكون numeric, تكون تكون أنواع مختلفة. تشوف عندنا X الحين هو list, واضح لنا هنا إنه list, وهذه هي الأول item أو أول عنصر هو hello, العنصر الثاني اللي هو رقم واحد. فهذا بالنسبة لنا list. نقدر نحط list of list, وتقدر تروح يعني تبحر عندنا X ممكن Y أقدر أحط list X و Y. الحين K هو فيه two lists, فيه اللي هي X والY. هذه الأنواع راح تحتاجها بعدين, يعني لما تجي تشتغل مع الداتا راح يفرق معك. بيكون عندك, تخيل اكسل فايل عندك عمود أرقام, عندك عمود كاركتر أو نص أو سترينج, ممكن أنت تحتاج تربطهم تحطهم في ليست. هنا بعدين راح تشوف استخداماتها كيف بتكون مرة مهمة. طيب ندخل شوية الحين في الحاجة اللي أحسها مرة relevant, اللي هي الداتا فريم أو التيبلز. الداتا فريم هو يعني باختصار تخيل اكسل فايل عندك انت أعمدة, كل عمود فيه داتا مختلفة, ممكن يكون أرقام, ممكن تكون حروف وكلمات, ممكن يكون العمود نفسه ليست. فنلقي نظرة الآن, نكتب داتا فريم, خليني انزل شويه عشان تبان. العمود الاول اكتب اسم الكولم, العمود الاول مثلا حروف A B C, العمود الثاني numbers, تكون سي 1 2 3. الآن لما أسوي له run ما أعتذر منك أستاذ محمد ما أقطعك شوية, بس هل نقدر نكبر الخط هذا شوية لأنه كثيرين قاعدين يطلبون إنه كبر. طيب والله أنا قاعد أشوف إيش الفرق بينه وبين اللي في الجهاز. Global Options. شوف 14. شوف. طيب. ممتاز. أتوقع في اليوتيوب. ثواني في اليوتيوب واضح وهنا واضح, اتوقع انه الان صار نعم مقري. ممتاز يعطيك العافيه, معلش انا اعتذر على المقاطعه لكن كانت ملاحظه مهمه. بالعكس. طيب الداتا فريم زي ما قلت لكم هو خلونا ويرانت ونشوف. عندنا اعمده, عندنا عمود letters a b c ونمبرز 1 2 3. الاعمده هذه اي الداتا فريم هذا اعطيه اسم df, وآي رانت. الآن لما حط df بيطلع لي زي اللي قبل شوية, زي ما قلت قبل إنه الـ environment الـ IDE جميل في الـ R studio. نقدر إحنا ندخل هنا ونشوف الـ df ونقدر نشوفه هنا letters والـ numbers. ف
عادة ما تلقى شغلة هذه، يعني هذه بتكون مرة هاندي، مو بس كذا أقدر أسوي لها حتى إيش sorting. الحين أنا عم sorting من 3 إلى 1. طيب هذا الداتا فريم. الداتا فريم هو غالبا أكثر شيء تتعامل معه. طبعا في تايديفيرس في شغلة اسمها تيبل، هو نوع من الداتا فريم. الفرق بنشوفه، الفرق انه يطلع لك بعض الاحصائيات عن الداتا فريم. فممكن عندنا اللايبرري اللي هي تايديفيرس، عشان بس اوريكم التيبل. when I run it المفروض انه الحين انا ام كولينج ات لايبرري تايديفيرس، واسوي نفس الشيء بالنسبه للدي اف. call it table. وهنا لما تيجي تفتح ما راح تشوف فرق، يعني المفروض انه يعطينا نفس الشيء، بس لما انت يران الكود تشوف هنا انه طلع لك الفرق بينه. خلينا نشوف الدي اف، تشوف انه طلع لك انه والله العمود هذا كاركتر. احيانا ما تدري ايش هو العمود، احيانا يكون عندك ارقام بس طلعت لك هذا كاركتر. الحركة هذه يعني انه يوصف لك الكولم هذه مرة تسهل لك كثير، عشان بسرعة انت تاخذ تلقي نظرة وتعرف ايش اللي قاعد يصير. الشغلة الثانية غير describing الكولم، يطلع لك هنا ايش كم عدد الروز، فيه ثلاثة اثنين ثلاثة، وكم في كولمز اللي هي اثنين زي ما انتم شايفين هنا. في شغلات ثانية لو انك انت مسوي operation على التبل هذا، مثل group by ولا سوي يس جروب باي، عاده من اكثر من فاريبل راح يطلع لك ايش الحاله حقت التبل، راح نشوفها بعدين بتعمق. طبعا لو نروح نشوف الكلاس حق الدي اف، راح نلقى انه داتا فريم الكلاس حق الدي اف تبل، راح نلقى انه ايش هو اصلا داتا فريم بس also تبل. طيب الحين راح نتكلم على، الآن تكلمنا عن البيسك تايبس، تكلمنا عن اللستس، تكلمنا عن الفيكتور اوف كاركترز، تكلمنا عن الأرقام نفسها. يعني الحين لما نتكلم عن مثلا كي واحد، هذا is an integer، المفروض هذا is considered numeric أو زي الفلوت. فعندنا كل هذه التايب list, integer, numeric, character، وعندنا الداتا فريم. طيب الآن راح نبدأ وندخل في شغلة ثانية اسمها functions. أتمنى ما يكون هذا الشيء بالنسبة للأشخاص اللي عندهم خبرة مرة ممل. المفروض اننا بعد ما نخلص الاساسيات حقت ار ندخل في او البرمجه عموما ندخل في التايديفيرس. طيب الفانكشنز في ار، تحط اسم الفانكشن سكوير نمبر واساين، يعني هذا اسم الفانكشن. اذا انا ابغى كول ات اي ويل كول سكوير نمبر فانكشن، وبعدين هنا احط ايش المتغير اللي ممكن يدخل داخل الفانكشن وكيرلي براكت، وبعدين ايش الاوبريشن اللي انا ابغاها تتسوى. انا هنا ابغى سكوير النمبر. طيب عشان استخدم الفانكشن هذه اي ران ات، لما اي ران ات راح، لما نرجع للاي دي اي في الانفايرمنت راح نشوف انه عندنا ايش الفانكشنز. يعني نشوف هنا عندنا الداتا، عندنا الفاليوز هذه للبيسك داتا تايبس، وعندنا هنا الفانكشنز. ف we can see انه عندنا square number function. اذا نبغى نشوف ايش فيها السكوير نمبر هذه، ايش 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 مكتوب فيها داخلها، راح بس نحط الاسم يطلع لنا انه هذه function تاخذ متغير اسمه x وتسوي له squared تربع. طبعا في لغات ثانيه الريتيرن، في شغله اسمها ريتيرن. قبل لا ادخل للريتيرن خليني اقول لكم كيف احنا وي كان كول الفانكشن سكوير نمبر
وعندي أنا البراكتس هذه أحط فيها قيمة الإكس. قلنا إنه إكس مثلاً 4 المفروض يطلع لي 16. هل أقدر أحط أكثر من متغير؟ نعم أقدر أحط أكثر من متغير، بس قبل لا أدخل للنقطة هذه أبغى أتكلم عن return. هذا نفس اللي قبل شوي، لما أحط return في لغات ثانية مثل Python تتطلب منك أنك تكتب return، بالنسبة لR لا، أنت آخر سطر في الفانكشن هو return، فما تحتاج تكتب return. الحين أعدت الديفينيشن حق الفانكشن هذه، نشوفها الحين صار في return I square the number 16 مرة ثانية. لو أنا أبغى نخلص من هذه، عندي فانكشن ثانية print number numbers function، ابغى احط رقمين y print them. print x print y. سويت لها definition، نقدر نشوف الحين عندنا print numbers موجوده هنا. اذا ابغى اشوف ايش ال content او ال body حق ال function اقدر اشوفه باني I run الاسم حقها. اذا ابغى run ال function راح أعطيها المتغيرين اثنين وثلاثة، راح يطبع لي اثنين وثلاثة. إيش سوى بالضبط؟ راح نستخدم شيء اسمه براوزر عشان نشوف بالضبط إيش قاعد يصير. هالحين إيش اللي راح براوزر يسوي لنا؟ راح لما إحنا ويران الكود هذا، لما نوصل للسطر هذا راح يوقف البرنامج ونشوف إيش اللي قاعد يصير داخل الفانكشن. نعيد تعريف الفانكشن ونشوف الحين لما احنا ويرانت احنا داخل الفانكشن، لما قاعد الرن يصير نشوف عندنا انه اكس 2 وواي 3 زي ما قلنا. تقدر تستخدم النكست هنا وتشوف انه برينتينج اكس وبرينتينج واي وطبعها 2 و 3. ف تقدر تستخدم اكثر من فاريبل، تقدر تستخدم اللي تبغى. لو تبغى حتى يعني list of variable في another way انك تستخدم dot dot، بس هذا شوية advanced beyond ال workshop هذه. الشغلة الثانية اللي ابغى اتكلم عنها في ال functions اللي هي خلينا نقول ما اعطيته انا الثلاثة، ايش راح يصير؟ المفروض يعطيني error، يقول لي ال y ما هي موجودة. في واحدة من ال definition اللي احنا نقدر نسويها بالنسبة لل functions، نقدر نعطي قيمة أولية، يعني قيمة default، قيمة يعني هي اللي بتستخدم إذا ما المبرمج وفر أي قيمة للفانكشن. فهذه المفروض أن الثلاثة بتكون هي حقة X والY الديفولت حقها اللي هو 2. أنا هنا ما حطيت أي، طبعا أقدر أسوي X يساوي 3 هنا by default X يساوي 2، هذه Y يساوي 3. لو انك زي قبل شوي ما وفرنا، هو يعرف انه اول قيمه هي اكس وثاني قيمه هي واي. الان if we print printed عادي الاكس اللي هي 3 والواي اوريدي موجوده عنده. طيب هذا بالنسبه لل functions. وندخل للf statement الان. الـ F statement هي باختصار عندك أنت شرط معين من خلاله تبغى، يعني عندك خيارين، الخيارين هذه تبغى تطبق واحد منها بناء على شرط. مثلا على سبيل المثال نقول إنه A تساوي 1 ونقول F
A لاحظ معي انه هذه معناها تساوي واحد. هذه مختلفة تماما عن الاسايمنت يعني مختلفة عن هذا، وعشان كذا في R هم يستخدموا السيمبل هذه one reason. يعني if A يساوي واحد print A يساوي واحد else print الآن A زي ما احنا شايفين هنا تساوي واحد. فالمفروض لما هذا السطر لما هذا الشنك سوى له execution المفروض انه البرنامج يجي هنا ويقول A هل A تساوي واحد؟ يروح يشيك القيمة حقت A، نعم تساوي واحد، المفروض يطبع لنا A تساوي واحد. الشنك هذا او البارت هذا اللي فيه else وبرنت هذا المفروض انه يتسوى له اجنور لانه ما وافق الشرط، لكن لو انه اي ما كان يساوي واحد هذا الشرط هو اللي راح هذا البارت اللي راح يتسوى له اكسكيوشن. فنشوف الحين اي تساوي واحد سوى لما اي تساوي واحد برنت الشغله هذه مره مهم يعني في اي لغه برمجه راح تستخدم الاف ستيتمنت. مثلا لو انه اليوزر ضغط على هذا الزر ايش تسوي؟ هذه تسويها باف ستيتمنت. طيب نغير القيمة حقت A نسويها 2. الآن المفروض يروح يشيك هل A تساوي واحد؟ لا والله A does not equal 1 ما تساوي واحد، أجل المفروض يطبع لنا هذا السطر ونشوف A does not equal 1. الايكوال ايكوال هذه مره مهمه راح تلقي تستخدمها في حالات كثيره عشان تشوف هل والله الفاليو هذه مثلا تساوي فاليو معينه في بالك. بنشوف مثلا لو انه هذه يعني مثلا في الكورونا فيروس انا ابغى اشوف هل القيمه هذه حقت مثلا عدد الاصابات، ابغى اشوف هل القيمه هذه تساوي اعلى اقصى قيمه للدوله هذه، بنسويها بالايكوالز ايكوالز. طيب نبغى ندخل الحين للفور لوبس. طبعا انا احط كوماند شيفت ار يطلع لي هنا اي انسرت سكشن بالشكل هذا. ناخذ x يساوي مثلا عشان اوريكم ايش اذا سمحت يا محمد شوي مداخله بسيطه. بالنسبه للايكوال ايكوال هنا هذه اللوجيكال اوبريتور، يعني احنا نتكلم عن الناتج من الايكوال ايكوال هو ترو اور فولس، بينما ايكوال هي اساين لتر. يعني انا لما نقول a يساوي واحد معناته الواحد ينتمي للليتر A، زي ما الرقم يصير value في الليتر A خزن داخل الليتر A، بينما الايكوال ايكوال هي logical operator. يعني احنا نتكلم لما نقول A equal equal 1 هل هذه true or false، فهذا الفرق بينهم. يعطيك العافية. عافيك. صحيح لما احنا نسوي run ل A هل هي تساوي 1، يعني نسوي run للكود هذا راح يقول لي false. الآن A تساوي 2 لما نسوي لها run المفروض يعطيني ترو، فهو قاعد يقول اذا انه هذا ترو هذا الشرط صحيح طبق هذا، اذا انه خاطئ ومو صحيح طبق هذا. طبعا في يعني انا وريتكم هنا اف والس، في اف الس اذا عندك اكثر من شرط، يعني مثلا اي تساوي واحد او اذا انه اي تساوي اثنين او الارقام الفاليوز او القيم الثانيه المختلفه. شكرا خالد. الاكس نرجع الحين مره ثانيه طبعا ممكن استطرد على الموضوع. في عندنا مثلا A هنقول اقل من اثنين،
الآن في الحالة هذه يروح يشوف هل A true or false، هل A أقل من اثنين؟ إحنا قاعدين نشوف إنه A لا والله مو أقل، خلينا نأخذ أقل من واحد، عفواً أقل من ثلاثة. هل A أقل من ثلاثة؟ في الحالة المفروض إنه print A أقل من ثلاثة. إذا إنه false المفروض يحط إنه A أكبر من ثلاثة. فنشوف الحين يقول لنا A اللي هي اثنين، هو راح يشوف هل A أقل من ثلاثة؟ true لأنها اثنين فعلاً أقل قيمة، لأنه اثنين أقل من الثلاثة، فبالتالي طبعنا أو سوى execution للكود هذا. لو أنا غيرت قيمة A وخليتها خمسة مثلاً وأيران الكود مرة ثانية يقول لي A أكبر من ثلاثة. طيب الآن الفور لوبس، عندنا الـ X vector، هذا vector of integers، نبغى نتأكد إيش الـ type حقه، class X numeric عفوا، نبغى إيش فكرة اللوب؟ اللوب فكرته باختصار أنت عندك القائمة هذه اللي فيها الأرقام هذه تبغى تسوي لها شيء، تبغى تطبعها، تبغى تضيف على كل رقم فيها، يعني تبغى تسوي نفس العملية على كل رقم في القائمة هذه. فمثلا نقول إحنا نبغى نطبع كل رقم، يعني واحد وراء الثاني. syntax كالتالي، أنا for i and x الـ i هذه راح تمثل كل قيمة، بمعنى كل مرة راح تمثل رقم من الأرقام أو قيمة من القيم اللي موجودة داخل x. أول مرة راح تمثل 101، المرة الثانية 33، فأنا عشان يعني وهكذا إلين 60، فأنا بروح وأقول له لكل قيمة أطبعها لي، when i run it طبع لي 101 33. طيب لو قلت أنا let's say أبغى أضرب كل قيمة بألف، كل اللي علي يسويه I مفروض كل قيمة تنضرب بألف، راح أخذ القيمة هذه وضربها بألف، نفس الشيء 33 و 60 طبعا الفور لوب عادة ما يستخدم في R. تشوف شغلة اسمها map هي اللي عادة تستخدم، لكن هو موجود في كل لغات البرمجة، يعني من السي للبايثون راح تلقى دائم في فور لوب موجود. طبعا أنا وريتكم هذه one syntax، هذه إنه هو يروح لكل قيمة، يعطيك القيمة وأنت تتعامل معها في a different syntax. أنا يعني I loop through the index نفسه. ف other way of doing it is like this. نفس الشيء I printed. طبعا في نقطة مهمة هنا اللي هي الاندكسينج في R، يعني عندي أنا الـ X X1 101، في الـ R الاندكس يبدأ من واحد، في الـ other languages تلقاه يبدأ من صفر. هو إيش سوى الفور لوب هذا؟ باختصار راح لكل اندكس، عندي الاندكس 1 2 3 4، فـ I قاعدة تأخذ 1 2 3 4، قلنا له هنا عطني X عند القائمة عند أول إندكس اللي هو 1 اللي هي 101، وعطانا إياها 101 وهكذا، راح عند 2 راح عند 3 عند 4. طبعا السكة لونج هذا تعطيك كم في الـ تعطيك الإندكسز اللي في الـ X نفسه. لو أنه X كان فيه 5 values كان لقينا هنا رقم 5. طيب هذا بخصوص الفور لوب، هذه تقريبا الأساسيات حقت
اي 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 لغه برمجه انت تدخل عليها راح تلقى انهم يدرسونك الشغلات هذه. طيب الحين كيف نبغى ندخل الحين للار هاو تو انستول باكجز؟ الانستليشن عاده تحط انستول باكج. لما كتبت بديت اكتب انستول طلع لي ايش ال ايش الفانكشنز اللي اسميها قريبه من اللي انا قاعد اكتبه. تحط انستول باكجز وتحط بين قوسين اسم الباكج اللي انت تبغاه. في موقع اسمه كران فيه كل انواع الباكجز الاف اند الاف الباكجز. كل باكج في ار عاده متخصصه تسوي لك شيء اتس لايبراري. يعني لما انا قلت لايبراري تايدي فيرس قبل يعني نطلع هنا نشوف لايبراري تايدي فيرس قبل لا انا اقدر اسوي الشغله هذه يعني اي نيد تو انستول ات لازم اسوي لها تنصيب. عاده كل الباكجز زي ما قلت في البدايه موجوده هنا. بعض هذه الباكجز تسوى لها انستليشن زي التايدي فيرس انا سويت لها انستليشن المفروض انها موجوده عندكم اوريدي انستولد. لما انت تجي تفتح البروجكت هذه اوريدي متحمله لكن في لايبرريز ثانيه ما هي موجوده. فذا واي تو دو ات انك تحط انستول باكجز وتكتب بين الكوتيشن مارك ايش اسم الباكج. طبعا في حركه حلوه في كران مسوينها انه انت احيانا ما يعني فاكر الاسم فاكر اول شيء ما تتذكر فتقدر تضغط على التاب والمفروض يطلع لك مثلا خلينا نقول تايدي اضغط تاب ويطلع لي الباكجز اللي يبداوا بتي. فالاف يعني او مئات او عشرات الباكجز طلعت لي ايش الباكج اللي انت بس تبغى تحملها. فذس از ذا واي انك انت تسوي تنصيب الباكج. واذا انك تبغى تشوف هل هي موجوده او لا تروح للباكجز هنا وتقدر تشوفها هل هي متنصبه او لا. ف this is the way انك انت يعني to call the package library and go مثلا tidyverse to call it library tidyverse. عاده R يعني يختلف عن بايثون من ناحيه عاده في بايثون تلقى مكتبه واحده هي يعني كبيره فيها شغلات كثيره بخصوص موضوع معين. في R تلقى small packages بخصوص نفس الموضوع يعني أكثر من محاولة عشان تحل المشكلة بطريقة مختلفة. طيب الشغلة الثانية اللي راح أتكلم عنها اللي هي related لل tidyverse اللي هي البايب. فالبايب هي واحدة من المميزات اللي تميز R للشخص اللي جاي من يعني لغة برمجية مختلفة راح تكون مرة مختلفة بالنسبة له راح يلقاها كذا ممكن ما يهضمها تمام في البداية. نلقي نظرة البايب عادة كوماند شيفت ام تكتب هذه هي البايب. فكرتها انه طريقة البرمجة في R وال داتا ساينس عادة أنا عندي مثلا داتا فريم أبغى أخذ كولم معين أبغى مثلا مجموعات معينة أسوي عليها عملية زي المين مثلا أو أني أسوي جمع وبعدين مثلا فلتر على بعض الصفوف وبعدين أسوي تصوير بياني لكل الشغلات هذه. في البايب يعني تم يعني انشأها عشان الشغله هذه. عاده في بايثون في ناس حاولوا يسووا البايب بس ما يعني راح تلقى اكثر من لايبرري في البايثون بس ما هي زي ما هي تعمل في R. طيب خلينا نشوف كيف البايب تشتغل. اول شيء احنا اوريدي كرييتد في البدايه اذا تتذكروا هنا عندنا الانفايرمنت عندنا داتا فريم دي اف. فالواي انت تكتب الداتا فريم هذا هو دي اف جيت جنبه كوماند انتر اكتب البايب ابغى اقول له خذ الداتا فريم هذا
وعطني ايش الهد او الهد. طبعا الهد يعطينا اول 10 values في R. احنا عندنا في الداتا فريم هذا ما في الا 3 values، فاقدر اقول له عطني بس اول شيء، فطلع لي بس اول صف. فكرة مرة ثانية البايب، لو اني انا ابغى اكتبها هذه بدون البايب بكتب head df1. لما الحين تشوف البايب ممكن ما تكون مرة مفيدة، بس لما اتخيل انه عندي مثلا قائمة كبيرة من الاوامر زي ما قلت في البداية، راح تشوف وراح نشوف اليوم راح نلقي نظرة بسيطة على كيف انه البايب يعني تشتغل. طيب احنا شفنا دي اف هيد، في نقدر واحدة من الحاجات المهمة اللي هي التيل، ابغى اشوف اخر شيء اللي هو السي 1 2 الى 3. اقدر برضو دي اف فيو، فيو هو بيسكلي زي انك تجي تضغط على الدي اف. لما انا ايران الكود هذا راح يفتح لي نفس اللي فتحته قبل شويه بيوريني اياه. طيب هذا بخصوص الحاجات الاساسيه بالنسبه لR. طبعا الR ستوديو زي ما قلت في البدايه مره يحتاج سيشن كبيره، يعني يحتاج يعني وركشوب، لكن راح اعطيكم بعض الشغلات بعد شوي. بس هنا نشوف الهيستوري، كل الشغلات اللي احنا كتبناها من البدايه. انت تقدر يو شير ات وذ سمبادي اذا انك تبغى run مثلا، ابغى اي ران ذس اكس مره ثانيه واي ران ات. ف عندنا هنا الفايلز، طبعا عندنا نيو فايلز عشان اعطيكم فكرة اللي راح نستخدم في الكورس اللي هو الـ R Markdown والـ Shiny Web App. هذول الاثنين اللي راح نستخدمها. طبعا تقدر انت تستخدم اذا انك تبغى you write Python، اذا انه حتى presentation، يعني من الشغلات اللي كنا يعني نسويها قبل انه خاصة للتكنيكال تيم، عادة تقدر تسوي presentation بR. الفكرة انك انت تقدر تسوي يعني computation تدخلها داخل الـ presentation، والنتيجة حقت الـ computation هذه تكون واضحة في الـ presentation، ولو تغير شيء بعدين you run الـ presentation وبيطلع النتيجة تمام بدون أي مشاكل. طيب الحين عبد القادر مش عارف إيش في أسئلة موجودة نقدر نجاوب عليها. إذا سمحت لي يا محمد، في سؤال قرأته مهم، وفي برضو بارت مهم ممكن تتطرق له. عندنا النستد اف والاف الس ستيتمنت، هذه ممكن يعني تتطرق لها. شيء ثاني، وش الفرق بين احد من الاخوان ذكر الاري والليست؟ طبعا في الار زي ما تعرف ما في اري، في فيكتور، عندنا الفيكتور والليست، فهذا الفرق بينهم. ممكن اذا تبغاني انا اوضحه او ممكن تتطرق له. بالنسبة للإف يعني إحنا كتبنا قبل شوية، أنا راح أتكلم عن الإف والإف إلس، وتفضل تكلم عن الأري للأخ اللي سأل الفرق بين الأري والليست. طبعاً في الآر الأري هي عبارة عن فيكتور. طبعاً الفرق بين الأري والليست، الأري هي عبارة عن سيم داتا تايب، يعني أتكلم عندي فيكتور أوف نوميريك، معناته كل الفاليوز اللي داخل هي عبارة عن أرقام. لما نتكلم عن فيكتور أوف كاركتر، معناته داخل البوكس هذا عبارة عن كاركتر. الليست هي عبارة عن different type of data، يعني تقدر تخزن فيها كاركتر مع number or you mix things، يعني you mix data type مع بعض. هذا الفرق هو موجود في الآر ويقدر يغطيها ممكن محمد. الليست ممكن تطرق لها، الفيكتور برضو تقدر تطرق لها، يعني عبارة عن مثلا الليست تكتب كلمة ليست وتفتح قوسين وتحط داخلها الباليوز اللي تبغاها. الأري عبارة عن سي اللي هو الفيكتور، تحط سي
وتحط داخل الأرقام أو الكاركتر اللي تحتاج. بالضبط، يعطيك العافية خالد. زي ما انتم شايفين، زي ما قال هو X، الحين X عندنا هذا is a vector of numeric، Y is a vector of characters، وعندنا list فيها الاثنين. هذا هو طبعا في الماتريكس موجودة في R برضو، ممكن انت you need to use it. الماتريكس الفرق بينها وبين الداتا فريم انه الداتا فريم عندك الكل كولوم لازم يكون ممكن يكون مختلف، الماتريكس يكون نفس النوع. في نقطة أخيرة كنت أبغى أتكلم عنها اللي هي الدوكيومنتيشن، عشان أنت تشوف الدوكيومنتيشن حق واحدة من الفانكشن. يعني إحنا استخدمنا هيد قبل شوية، أنا أقدر أحط هيد وقبلها علامة استفهام اللي قبل الكوتيشن مارك، وادخل هنا للدوكيومنتيشن عند الهيلب يقول لي return the first or last part of an object، يعطيني اول او اخر الاوبجكت، يعطيني description. هنا عاده الدوكيومنتيشن طريقه استخدامها انك بتيجي بتقرا ايش تسوي اصلا، تجي تشوف ايش الارجمنت اللي تاخذها. طبعا هيد هذا فانكشن زي اللي كتبناها فوق سكوير نمبر، نشوف هنا انها تاخذ argument x اللي هو الداتا او الاوبجكت حق الداتا. الان ايش نبغى احنا؟ نبغى كم نبغى صف من هذا الاوبجكت. قبل شويه هيد احنا اخذنا واحد بس، لو نبغى اثنين مثلا نشوف نكتبها مره ثانيه حيطلع لنا اول وثاني صف. فهذه هي الان. وفي الاد رو نمس از ويل، اذا كنت تبغاه يضيف لك الارقام حقت يعني از اي ثينك از ا كولوم، سو اي نيفر يوزد ات. يعني المهم في الدوكيومنتيشن انك الاكزامبل، انت تقدر تدخل على تنزل للاكزامبل وتشوف عندنا حاطين لنا الاكزامبل هذا اللي هو letters. اعطني الهيد حق letters. هنا عفوا انا قلت لكم 10 الهيد، لا يعطي 6 زي ما انتم شايفين. لو انا ابغى اخر 6 بالطريقه هذه، لو انا ابغى عفوا ما ابغى اخر 6 وهكذا. يعني في عندك التيل وعندك ال يعني التيل قريب من الهيد، بس الفكره انه يتعامل مع اخر شيء من الاوبجكت. فبالطريقه هذه عاده راح تستخدمها كثير عشان تعرف الفانكشن ايش تسوي. في طرق طبعا انك انت حتى لو كتبت فانكشن في باكج اسمها روكسيجن موجود هنا، انت ممكن تسوي لها دوكيومنتيشن بالشكل هذا. مش عارف اذا نرجع للاف else. انا قبل شويه هنا في الاف ستيتمنت كتبنا الكود هذا. هذا نقدر نكتبه بسطر برمجي واحد. طبعا اف else في بيس ار، يعني لما نحط اف else في عندنا هذه حقه البيس ار، وفي عندنا حقه التايديفيرس، هذه من التايديفيرس. نقدر نروح نشوف ايش يقول اف else. انا عندي تيست، إذا أنه يس، إذا أنه الآية مثلاً equal one، إذا أنه يس سوي الشغلة هذه، إذا أنه no سوي الشغلة هذه. فالسطر طبعاً زي ما قلت نقدر ننزل ونشوف الإكزامبلز. شوفين حاطين لنا example if else موجودة هنا. مرة ثانية if else أي أصغر من 3 print a أصغر من 3، وهنا هذه معناها else print print a أكبر من 3. مفروض مش عارف ليش سواها مرتين.
بس هذه هي الفكرة عموما. إذا أنك أنت، أنا مو عارف والله خالد عندك فكرة ليش printed twice مفروض مرة واحدة، المفروض أنها vectorized يعني. يعني نرجع للدي الداتا فريم، اتوقع راح تكون واضحه فيه تماما. بس هذه اذا جينا نتكلم عن التايديفيرس خلينا ندخلها ونشوف اننا نضيف كولم بيست على انه اذا انه الفاليو اعلى او اقل. لكن الاف الس هذا هو السنتاكس حقها. طبعا لو نبغى نكتب اكثر من اف الس نقدر نضيف هنا اذا انه نو مثلا اف الس ثانيه بتصير داخله في بعض. معلش ممكن تجرب تحذف اللاين 149 شوف ممكن تزبط. لا ممكن احذف كله هذا. يس يو ار رايت. هو كان طيب هو هو فعليا اللي رايت واحد اسمه عبد العزيز هنا موجود في التويتر في اليوتيوب، يعطيك العافيه عبد العزيز. شكرا عبد العزيز. يس هو كان المفروض لوني بعيد المفروض still it is taking it. It's weird صراحة ما أنا عارف ليش بصراحة. لكن هذا هو السنتاكس. وعادة هذه الـ F statement والـ F else هي design ما تشتغل مع value واحدة، هي تشتغل مع أنت عندك vector ومن خلاله أنت تشوف يعني تحقق الشرط أو لا. فمثلا على سبيل المثال قلنا A ممكن يكون 1 إلى 10، أي 1 إلى 10 إذا شفناها هنا أي 1 إلى 10 في المفروض تطبع لنا أنه أي أصغر من 3، أي أصغر من عفواً أكبر. لا شوفها هذه هي الـ output اللي هو أي أصغر من 3 اللي هو 1، أي أصغر من 3 ومن هنا أنت لأنها equals فمن هنا تصير كلها أكبر. عادة زي ما قلت تستخدم مع مع عندك داتا فريم ومن خلال الكولومز هذه بنشوفها بنمر عليها اليوم إن شاء الله في الـ في الـ بستخدم شيء مشابه فيها إن شاء الله تقريبا لما أنت تبغى تنشئ كولوم ولا إذا أنك يعني عندك عادة لما تبغى تنشئ كولوم تستخدم الاف الس عشان تنشئ بناء عليها الفاليو اللي انت تبغاها. مثلا خلينا نقول عندك كولم زي الدي اف، نقول اذا انه اي اضف لي الكولم الجديد هنا مثلا حط 4، واذا انه بي اذا انه مو اي حط مثلا 5 5، اذا انه اي 4 بنشوف. ما ابغى ادخل ما ابغى استبق الموضوع على التايدي فيرس لان نبغى نتكلم عليها بعد بعد البريك. هذا اللي عندي الآن عبد القادر، مش عارف. يعطيك العافية. قاعدة. لا خلينا نوقف شوية الأسئلة هنا. فيعطيك ألف عافية. بس نقطتين أساسيتين نبغى نناقشها شو لأنه كثيرين سألوا فيها سواء في اليوتيوب أو هنا على الزوم. اللقاء هذا اسمه سلسلة البيانات. سلسلة البيانات إحنا هدفنا إن إحنا نمشي من صفر ونمشي معاه لين نتعلم كل حاجة تقريبا في هذا الموضوع. الموضوع هيكون له علاقة بالdescriptive analysis، هيكون عبارة عن تصوير للبيانات. فأول يوم هالحين احنا في اليوم الأول قاعدين نتعلم الأساسيات، أساسيات الR. بعد ما نخلصها إن شاء الله بكرة هنتعلم الداتا فيجواليزيشن في الR، بعده هنتعلم كيف نبني داشبورد في الR، واليوم الأخير هيكون داشبورد لكن advanced وأشياء advanced. فهي 4 أيام متتالية إن شاء الله. هذا السؤال عشان تكرر. والشيء الثاني انه كثيرين يطلبون الكود. نعم الكود ارسل للجميع قبل اللقاء، جميع الناس اللي سجلوا. فاذا انت ما سجلت حنرسلها لك مره ثانيه، لا تشيل هم. تقدر تطبق مباشره مع الاستاذ محمد والاستاذ خالد، وبس انا انصح انه لا تطبق، لا حاول تستوعب كل حاجه
وبعدين لأن هذا اللقاء مسجل وحننزله على كل قنواتنا إن شاء الله، هتصير تقدر تتابعه بعدين براحتك. فالحين حاول إنك تركز وتفهم، والكود يا من وصلك أو حيوصلك، فلا تشيلهم. فيعطيكم ألف عافية جميعا. الحين حناخذ بريك بسيط مدته كم ناخذ؟ 15 دقيقة؟ Yes, we'll be good. بس في شغلة أنا أبغى أتكلم عنها بخصوص المشاركة. كل شخص موجود معانا الآن على الدخل للـ RStudio Cloud، المفروض إذا أنك أنت دخلت للـ DS Project، هذا الفايل الآن أنا قاعد أكتب فيه، بعدين لما تجي تدخل بعدين بعد ما نخلص السيشن راح تلقى كل اللي كتبته موجود فيه. فأي شخص دخل معانا للـ RStudio Cloud راح يلقى كل هذا باقي، يعني يقدر ياخذه وينسخه عنده، بس انه يطلع ويخرج يطلع ويدخل مره ثانيه. جميل. الرابط كامل ما حنشاركه الحين، حنشاركه بعد اللقاء، لانه اساس لا يصير ثقيل. اوريدي احنا شاركناه مع 400 شخص، فان شاء الله بعد اللقاء حنشاركه مع الجميع. الناس اللي ما سجلوا فقط يسجلوا وهنعطيك 100. يعطيك العافيه. نبدا بريك الحين 15 دقيقه ونرجع على الساعة ونص، 9:30 إن شاء الله. السلام
السلام عليكم. طيب حياكم الله جميعا. الحين احنا في الجزء الثاني من اليوم الاول في سلسله بيانات تحليل بيانات الكورونا. كنا واقفين عند الاف ستيتمنت، فاستاذ محمد اذا تقدر نكمل من هذه النقطه نكمل نهايه ان شاء الله اللقاء. تفضل. طيب واضحه معك الشاشه؟ شايفه؟ واضحه جدا، يعطيك العافيه. طيب ممتاز. انا في البريك اي هاد ا لوك الاف الس، ما فيها شيء غلط، بس هي بطبيعتها الريتيرن فاليو حقتها تطبع لك. خلينا نلقي نظره مره ثانيه، ناخذ اي تساوي 5. فراح تطبع لي مرتين، لكن لو اني حذفت الاف عفوا البرنت ما تطبع، لان هي تطبع الريتيرن فاليو حقتها راح تطلع لك ايش النتيجه، وبرضه الاكسكيوشن انها برنت، عشان كذا اذا صارت مرتين. في حاجه برضه مهمه اللي هي هذه العلامه معناها does not equal. ففي الاف ستيتمنت هذه لما تجي يعني تقول اف اي does not equal 5، ما تساوي 5. فهذه الحاله نفس الشيء يتقيم الى لوجيكال غير صحيح، لانه اي زي ما احنا شايفين هي 5. طيب الان راح ندخل للتايديفيرس. التايدي طبعا ار زي ما قلت في البدايه فيه عالمين، عالم يسمى البيس ار وفي التايديفيرس، في زي الثوره. فار سببها التايديفيرس، التايديفيرس وفي شغله انذر جروب اوف لايبريريز اسمها تايدي مودلز. هذولا لها دخل بكيف هاو تو كلين الداتا، هاو تو مانيبيليت الداتا، وبرضو هاو تو موديل دو الموديلينج. في هالكورس بس راح نتكلم على الكليننج والمانيبيليشن. تايديفيرس عشان نستخدم اللايبرري اي سي تايديفيرس. راح نبدأ بأول طبعاً تايديفيرس فيها عدة فانكشنز، فيها ميتيت، فيها سيلكت، فيها فلتر، وفيها سامرايز. رينج. وأخيراً طبعاً في another functions، بس هذه المين functions عادة هذه اللي بتستخدمها كثير. المتيت هذه إنك أنت you add a color. فعندنا هنا حالياً في عندنا iris dataset، نقدر نكتب iris بتطلع لنا موجودة في environment جاهزة. طبعاً هي موجودة as a data frame، فتشوف طبع لك كل شيء، يعني طبع لك كم عندنا إحنا 150 لأنها data frame. بس لو انا احطها as a table iris بعدين استخدم البايب اقول له اوه عفوا سويت minimized it as table، خليني احطها دي iris عشان تكون واضحه. دي iris لما اجي اطبعها أو أطلب أنه يسويها طلع لي أول 10 قيم فقط، أول 10 صفوف، قال لي أنه أنا عندي 150 صف وفيه 5 columns زي ما إحنا شايفين. في function مرة مهمة بالمناسبة إذا أنك أنت تبغى تلقي نظرة على هذه برضو من Tidyverse، تبغى تلقي نظرة على الـ data frame في glimpse. glimpse يعطيك
نفس البيانات اللي قبل شوية بس بشكل مختلف. تقدر تشوف انه عندنا 150 صف 5 variables ويعطيك اول قيم من كل صف عشان يكون عندك فكرة. عادة لما يعني انت الحين احنا قاعدين نشوف كم عندنا، عندنا بس 5 صفوف، بس تخيل انه عندك 20 30 40. لما انت تستخدم جلمس بيكون سهل بالنسبة لك انك تلقي نظرة على اللي قاعد يصير. طيب الآن أنا ما سويت شيء، للحين ما استخدمت متيت ولا أي حاجة، كل اللي سويته بس إني حولت آيرس اللي هي موجودة في الانفايرمنت، موجودة از داتا سيت، حولتها من داتا فريم إلى تبل وشفنا كيف شكلها. الآن نبدأ بمتيت. متيت فكرتها باختصار إنه أنت لو عندك في الداتا فريم أو التبل تبغى تضيف كولوم أنت تستخدم متيت. هذه هي بكل اختصار. نحط دي ايرس، نحط البايب ونقول روتيت. الان انا ابغى اضيف كولوم اسميه اي وخليه بس اي، يكتب لي بس اي. انذر كولوم يعني بهالسهوله انت، انا قاعد الحين اضيف دي مثلا let's say اف يساوي 1. طبعا كل الاوبريشن ار فاكتورايزد، بمعنى الحين انا قلت اضيف لي اي بس اعطيته قيمه واحده، راح يحطها لي 150 مره على نفس عدد الصفوف، ونفس الشيء بالنسبه لبي ودي واف. ميزه متيت انك انت تبغى تضيف، لو ابغى اضيف 20 كولوم بالطريقه البسيطه هذه، احط متيت، احط اسم الكولوم وايش القيم. الان واحده من الشغلات اللي ممكن نسميها مثلا، ابغى مثلا ام اللي هو يساوي السبيشال لينث مثلا على سبيل المثال زائد السبيشال ويدث. وايران الكود وي كان سي صار عندنا اي، عندنا كولوم اي فيه 150 قيمه، نفس الشيء بي، نفس الشيء دي، ونفس الشيء بالنسبه للاف ام ما نشوف. واحدة من الشغلات زي ما قلت البايب، البايب فكرتها عطني الشغلة وبعدين سوي الشغلة وبعدين، يعني أنا in my head فكر فيها أنه وبعدين كذا أترجمها. الآن أنا أضفت الكولوم هذه وأبغى أسوي لها جلمس، يجي يقول بايب، استخدم البايب مرة ثانية ويقول جلمس. يعني ماني شايف الام زي ما أنتم شايفين، قاعد يقول هنا في variable one more variable m بس إحنا ما إحنا شايفينه. نايدو الجلمس اقدر اشوفها بنفس الشكل، واقدر اشوف انه السبيشال لينث والسبيشال لينث والسبيشال ويدث اللي 5.1 زائد 3.5 المفروض يساوي 8.6. هذا الام كولوم في ميوتيت. فكرتها باختصار هذه الطريقه انك انت تضيف كولومز للداتا فريم. طيب الان سيلكت فكرتها باختصار بس كولومز تشتغل على الكولوم. مداخلة بسيطة معليش يا محمد، أعرف أني قطعتك كثير بس بالعكس أنا يهمني بس في هذه المرحلة أني أوضح نقطة مهمة جدا. الكلام اللي الحين قاعد يشرح محمد هو إحنا نتكلم في مرحلة من أهم مراحل الداتا أناليسز اللي هي الداتا بريبريشن. فالحين هو قاعد يجهز البيانات، يعني هذه كلها سكيلز اللي قاعد يشرحها لكم تعطيك امكانيه للداتا مانيبيليشن. وتعتبر دائما الداتا مانيبيليشن والداتا بريبريشن 80% من شغل الداتا ساينس. فانا لما اضيف كلام، لما اعدل كلام، لما اغير كلام، هذا شيء مره يعني مهم وكثير للداتا ساينتست يفتقد، سبب انه يعتقد انه انا خلاص بسوي بريدكتد موديل، بدخل على الموديلنج. بس الموديلينج قبل لا توصل له لازم في البداية تتأكد أنك يو كنترول الداتا، يعني تعرف كيف تسوي لها سكويز، تعرف كيف تغير في الكلام، تعدل. فهذا اللي حبيت أضيفه وكمل. يعطيك العافية. الآن نبغى نتكلم عن select. طبعاً أنا ما سويت أي assignment لهذا دي iris هذا، بس أنه it runs وماني assignment لأي variable أو object. السيلكت يعني ارجع مره ثانيه دي ايرس، هذا هو شكله
ما تغير فيه شيء، ما سوينا فيه شيء لاني I did not assign. لو أبغى أغير فيه شيء مثلا أحطه في variable objects من دي بالطريقة هذه أقول سوي الشغلة هذه. الحين إذا أنا نظرت إلى دي المفروض يعطيني بالcolumns اللي أنا أضفتها. زي ما قلت بالنسبة للreadability في الR والtidyverse احنا عارفين انه في دي هو الobject الاخير اللي راح كل الشغلات هذه في الاخير associated with. فلما يجي اقرأ الكود اشوف انه والله خذ هذا الداتا فريم اللي هو دي iris وبعدين اضف له الكولم هذه. بعدين بنشوف كيف نقدر نضيف select وfilter وarrange وكلها in one block of code. خلينا ننتقل لسلكت الآن. دي ايرس زي ما قلت ما في، هذه هي دي ايرس. نبغى let's say أنا والله أبغى الكولوم اللي هو هذا بس أول كولوم. أقدر أحط واحد أو اسم الكولوم. نشوف الحين ما عندي إلا أول كولوم. أبغى الفيرست تو كولومز بكل بساطة، اسم الكولوم، اسم الكولوم الثاني، وطلع لي دي ايرس. Let's say انه I run it again دي ايرس. Let's say انه انا ابغى كل الكولومز هذه بس هذا الكولوم ما ابغى اللي هو species. ببساطة خليني اخلي هذه كذا دي ايرس by select why say minus species بس minus راح يخلي لي ال other columns. هذه بالنسبه للسلكت. في طبعا اذا انك تروح ادفانس شويه في select f. select f هذه تختار بناء على النوع. يعني الحين احنا شايفين في دي ايرس دي ايرس هذه كلها نيميرك اللهم سبيشيز هذا. فانا ابغى وان واي انه اقول له ابغى بس عطني النيميرك. يعني لو عندي اكثر من كولوم مثلا كلها فاكتورز او كاركترز ذا واي تو دو ات اني اقول له از نيميرك. This way بيعطيني بس النوميريك كولومز. نفس الشيء لو اني ابغى بس الكاركترز. يعني الحين قاعدين نتعامل مع داتا مره صغيره. تخيل عندك مئات من الكولومز او عشرات عشان لا نبالغ معظم الاحيان. فبالتالي هذه بتكون مره هاندي. الان راح انتقل لفلتر. زي ما قلت select هي للكولم وميتيت إضافة الكولم. فلتر هي للصفوف عادة للصف. فأنا أقول مثلا دي ايرس مرة ثانية هذه هي. طبعا أنا عندي لما I look into it أسوي account أشوف أنه عندي 150. لما أحط اسم الـ variable المفروض انه it will count it for me. يقول لي اني عندي الثلاث انواع هذا. فانا ابغى اقول بس ابغى الخمسين هذا. ابغى ال دي ايرس لما يكون القيمة حقت السبيشيز هي هذه. صراحة البرونسيشن ما بادخل فيه فانا قاعد اشر لكم ايش القيمة بالضبط بس. فدي ايرس زي ما قلت انا ابغى الصف بس الصفوف. فلتر ايش هو الكولوم هذا هو سبيشيز يكون ايكوال تو القيمه هذه. الحين طلع عندي كم 50 بس 50 زي ما قلنا في البدايه انه عندنا 50 فاليو كلها المفروض انها هالنوع من السبيشيز. ففلتر انت تقدر هذه one way. أقدر أقول له مثلاً يعني I add more than one. أقدر أقول له
مثلا is equal to 0.2. فهذا يطلع لي يقول ايش؟ يقول عطني في الكولوم سبيشيز عطني الفاليوز اللي ايكوال هذا، والبيتل ويدث البيتل ويدث المفروض ان القيم ايكوال 0.2. هذه كلها انا اسوي فلتريشن على الصفوف. اقدر اسوي اور او اند. طيب هذه بخصوص الفلتر. سمرايز، فكرة السمرايز هي انك انت تشتغل على الداتا فريم، تسوي نيو كولومز، maybe you filter, you select، وبعدين في الأخير أنت تبغى مثلاً المتوسط أو تبغى sum أو تبغى function معينة خاصة فيك أنت تبغى applied. فعادة summarize هذه هي الطريقة المستخدمة أنك أنت في الأخير تطلع the last value. هذه يسموها grammars of data manipulation. فإحنا we will always use the mutate, we will always use select, we will always use the filter. خلينا نشوف summarize the iris، وأبغى summarize. خلينا نأخذ بس well it's fine let's summarize. أنا أبغى والله المين حق أو sum، خلينا نأخذها sum مثلا، غيرها إلى sum. فالحين طلع لي sum حق الكولم. لو أبغى another column، أبغى sum حق another column، let's say إنه هذا، طلع لي their sum. لو أبغى المين مثلا حقهم برضو، نفس الطريقة. فتقدر تستخدم مين، تقدر في الأدفانس شوية تقدر تستخدم حتى your own function. يعني أقدر أكتب function ومن خلالها يأخذ الكولم هذا as an input ويسوي عليه الـ operation اللي أنا I want. فهذه هي summarize. Arrange basically زي ما الاسم يقول، أنا I want the iris مرة ثانية. Let's say أنا أبغى arrange it by let's say a special sepal length. طيب when I arrange it، هو قاعد arrange it من الأصغر للأكبر. لو أبغاه من الأكبر للأصغر DSC stands for descending، I run it. Oh, there we go. طيب one last thing بخصوص، طبعا في اعمق من كذا بكثير، والاوبريشن هذه it can get شويه messy، بس الان just يعني قاعدين نتكلم بس عن البيسك. rename انا والله I don't want special length يكون هذا اسمه، بأخذ الداتا فريم هذا أو التبل رينيم. إيش هو الاسم اللي أنا أبغاه؟ والله أنا عادة use snake case، هذا هو الاسم. والآن المفروض طلع لي أول I renamed the column. تقدر أنت هنا تضيف اللي تبغى، يعني let's say إنه spatial width مثلا على سبيل المثال. طبعا هذه تعتبر طريقة بدائية لأنك تتعامل مع الشغل هذه، بس
عشان بس نوصل المعلومة. نشوف في library اسمها janitor, أنا package I added it في installations. هي المفروض فيها function مرة handy, وبكرة بنشوف كيف لما ناخذ البيانات حقت كورونا الأسماء يعني ما فيها consistency أو إنها written not. أنا صراحة I prefer this way اللي هي snake case. فوريكم how to use it. janitor يجي يعطيه بس إيش هو الداتا فريم أو تيبل, ويقول له إيش clean names. تفاكرين هذا هو الاسم, هذه هي how it looks بعد ما يران الفانكشن هذه, سوالها cleaning كلها lower case و underscore. طيب الآن I want to go back للpipe. في عندنا شغلات ثانية نبغى نتكلم عليها اللي هي البيفت والgggplot, بس أبغى أرجع للpipe ونشوف كيف ممكن يعني إحنا we looked at select filter و summarize وكل functions هذه كل function على حدة, كيف ممكن إحنا نجمعها سوا. كنا أقول diiris أنا I cleaned the name, وبعدين بعد ما I clean the names أنا أبغى مثلا let's say I want this filter. اللي راح يتغير في الفلتر هذا إنه الأسماء ما عاد هي بنفسها, صارت lower case زي ما أنتوا شايفين. و المفروض لأنه I did not يعني assign it, فعشان كذا مو مطلعها. فأنا الحين إيش قلت, إذا أخذت التبل I cleaned the name صار شكلها كذا, I filter أبغى الصفوف هذه, أبغى select let's say this column or this column, أو مثلا خلينا نقول هذا الكولوم ما أبغى, أعطني بقية الكولومز. I want to rename species to مثلا SP. That doesn't make sense, بس عشان نوصل المعلومة. What else? عندنا arrange. وفي الأخير we'll arrange by let's say الآن I run all this operation. لما تيجي أنت تقرأ الكود هذه هي ميزة البايب, أنا أقول له عطني التبل هذا clean the names حقته على الصفوف حقته, عطني القيم هذه الكولم, أحذف الكولم هذا, الكولم الأخير اللي هو هذا species غيره إلى هذا وأرينج. هذه عشان تسويها في بايثون ولا في لغة ثانية بياخذ منك يعني ما هي بنفس السهولة والستريت فورورد. يعني طبعا تقدر تسويها بأي لغة يعني مو بس R, بس هي الفكرة السهولة. في library أنا وأنا يعني أبغى أشوف أعرف إذا إنها tidy log. يس موجودة. واحدة من الشغلات اللي يعني لما أنت تجي تعمل operation, يعني أنا سويت filter على هذا كم بقى من البيانات. أنا أعرف لما أخذت species أعرف إنه بقى 50 إذا أنكم فاكرين, لكن لأني أنا رحت وشفت الكاونت. هذه واحدة من المشاكل الكبيرة لما تجي تتعامل مع البيانات, أحياناً أنت تتخذ قرار خاصة على الصفوف, يعني تتخذ قرار وما تدري يعني إيش الإفكت حقه. ففي لابري اسمها تايدي لوج. تايدي لوج هذه تقول لك إيش في كل بايب في كل سطر إيش صار للتبل حقيقة أو الداتا فريم. فخلونا نأخذها لأول طبعاً هنا في طبعاً ما لها يعني للتايدي فيرس الكلين نيمز هذه جاي من جينيتر. قال لما إحنا ويفلتر على السبيشيز والبتل ويد نقدر نشوف إنه 81% من الدي آيرس
was removed. يعني ما بقى عندنا إلا 29 row. طبعا هذه أهم معلومة، بس يقول لي مثلا إني I renamed, I did things. فيقول لي هنا أنا I removed 81 زي ما قلت، في الكولم هذا إحنا حذفناه، والكولم هذا إحنا we renamed. هذه صراحة is very handy package لما تجي تشتغل مع البيانات تبغى تعرف إيش تسوي. طيب في عندنا بعد كذا اللي هي ال tidier اللي هي ال pivot، في شيء اسمه wide data frame وفي long data frame، فراح أتكلم عنها الآن. راح اشتغل على الـ empty cars برضو، واحدة من الداتا سيتس اللي موجودة عندنا، لأنها داتا فريم طبع لي كل الروز دي cars، أخذها as empty cars وراح أحطها إيش as table. الآن لما أحط دي cars مفروض يطلع لي بس أول 10، قال لي إنه كلهم زي ما أنتم شايفين numeric، ما عندنا أي character column. طيب إيش فكرة ال long pivot long؟ أنا أبغى أحول ال columns هذه كلها إلى one column، وكل واحد منها بالقيم اللي قدام. فمثلاً خليني أوريكم إيش راح يصير. أتوقع إنه أسهل و يعني يؤدي الغرض. I need بس أحتاج إنه أحط index، راح أضيف column index row names، هذه تعطيك إيش ال rows إيش اسمها حقة ال decards. لو مثلا حطيت row names decards راح يطلع لي انه عندي كل هذه الروز اللي هي من 1 الى 32. فانا كل اللي قاعد اقوله هنا قاعد اقوله ضف لي كولم اسمه اندكس، واعطني يعني في كل صف اعطني رقم من هذه الارقام حقت الاندكس. الان لما ننظر للداتا نشوف انه صار عندنا اندكس، لكن أنا مو عاجبني إنه الإندكس على اليمين، أبغاه أول شيء على اليسار. The way to do it تروح select، أقول له index، بعدين أقول له everything. هالطريقة أنا طبعًا عندنا tidy log قال لي إنه new variable اسمه index أضيف واثنين فيه 32 values. فالحين صار الإندكس على اليسار. طيب الآن أنا أبغى زي ما قلت خليه long data frame. عادة هذا خاصة في الفيجواليزيشن راح نشوف مرة يعني مرة هاندي، يعني مرة مفيد. الآن حطيت pivot longer، معناها إيش؟ يعني خذ كل الكولومز الأسماء اللي هي MPG CYL كلها وحطها في كولوم، ومقابلها حط قيمها باستثناء الاندكس. شوف يعني قيمة واحد الاندكس واحد راح يكون قدامه كل القيم هذه اللي هي 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. شوف الحين طبعا البيفت لونجر فكرتها انه راح زي ما قلت تاخذ الكولوم راح تحطهم كلهم كل الكولومز تحطهم ان وان كولوم وقدامهم القيم حقتهم. فواحد الحين زي ما احنا شايفين قدامه كل القيم هذه. هذه ميزتها لما انت تسوي زي ما قلت فيجواليزيشن، تبغى كلر مثلا بالكولوم هذه بالطريقه هذه، انت يو هاف ات ان تايدي واي. الاذر واي ليتس سي انه انا عندي عندي ها let's say إنه أنا بدأت
بالداتا فريم هذا اقدر احوله ارجعه لحالته اللي قبل او دون ما حتى يصينت. يعني هذه هي الاوبوزيت حق هذه والسبريد الاندكس. يعني كل واحد عندنا 11 والميك شور انه كل واحد يعني عندي انا من 1 الى 32 كل واحد من هذه الارقام قدامه 11 فاليو. اذا انه كلهم قدامهم 11 فاليو بتسوي اللي هي انه تاخذهم وسبريد ذم انتو كولمز مره ثانيه زي ما كانت هنا. اه سوري هذه هي يس spread them into columns رجعناها زي ما كانت. فهذه مره هاندي راح نشوفها في الفيجواليزيشن كيف راح تكون مره مفيده في الداتا حق الكورونا فيروس. انا اخذت نظره عليها هم حاطين التواريخ ككولمز راح نضطر ان نحط الديت كلها نحطها as a date column وقدامها الديت. هذه بالنسبة للpivot. في عندنا برضو اللي هو separate. لو قلنا انه عندك انت column let's say هذا اسمه paste هذه تجمع تجمع لك values. يعني مثلا قلت paste 1 و 2 المفروض يطلع لي 1 و 2 قلت sep equal مثلا 11 طلع لي بعدها 12. في عندنا برضو اللي هو ال paste بدون الزيرو يطلع لك ال separation between them. طيب الآن أنا أبغى أحط هنا letters say English letters باختصار لما يجي نلقي نظرة هذه هي. كل letter وقدامه تخيل عندك column في الداتا فريم حقك هذا شكله. أنت تبغى you separated تبغى ال values in one يعني ال string أو characters in one column والأرقام in another column. The way to do it إنك you separate وتعطيه إيش هو ال column اللي أنت you wanna separate. بعدين تقول له الإيش أنا بقول letter number وعلى إيش I want to separate. أنا لاحظ إنه الباترن إنه في colon بين كل رقم وحرف فبناء عليها هي I will separate it عليه. فإذا إننا فاكرين table looks like this F1 هذا هو أنا I want to separate it أطلع two columns واحد منهم بيكون letter بيكون فيه الA والB والC إلى الZ وواحد فيه من 1 إلى 28 طريقة كالتالي. فهذا يعني هذه column to text اللي يعرفها في الإكسل بتكون مرة يعني نفس الفكرة مرة relevant. طيب النقطة اللي بتكلم عنها اللي هي الـ visualization راح ناخذ ggplot. هذه من أشهر الـ libraries في R للـ visualization. طبعاً مرة compatible مع الـ pipe فخلونا مثلاً نرجع هنا ونشوف. يعني إحنا قلنا we'll use this برجع له بعد شويه. عندي دي ايرس تيبل الطريقه انا I want to visualize it اكتب ggplot وبعدين
احط ايش هو الاكس والواي في الاستاتيك. الاكس خليني clean names to make it اسهل. هذا هو الداتا فريم انا اللي اتعامل معه. نقول اني ابغى الاكس اول كولم والواي الكولم الثاني اللي راح اتعامل معه. ايش سويت انا؟ اخذت التبل clean the name وبعدين الجي جي بلوت قلت له عطني الاكس هذا والواي هذا. ايش راح يطلع لي؟ طلع لي الرسم البياني هذا اللي نشوفه على اليمين. حط لي الاكس اللي هو السبيشال لينث هذا او ستيبل لينث سيبل ويدث على الواي اكسس. هذا هو الكود هذا اللي رسمه الكود بالنسبه لي. طبعا انا ايش ابغى؟ ابغى let's say ابغى بوينتس او سكاتر بلوتس. الان صارت كلها قدامي الاكس والواي، يعني فين الاكس والواي فاليو بالنسبه للسيبل لينث زي ما انت شايفين بكل سهوله يعني. طيب بس الحين بالشكل هذا مو واضح لي ايش هو السبيشيز هذا، فاقدر اسوي ايش؟ احط الكلر حق الدوتس بس اضيف كول بكل بساطة. أقدر مثلاً let's say طبعاً أقدر يعني عن شغلات كثيرة يعني تقدر تعدل عليها غير غير البوينت. نقدر نستخدم يعني هذه it doesn't make sense بس يعني to show you انه انا حطيت point وبعدها فوق اللاير، يعني هذه one layer اللي هي بس الجراف نفسه. فوق اللاير هذه حطيت الجيوم point، فوقها حطيت اللاين. وتقدر طبعا اقدر احط يعني يعني هنا a different y axis a different y يعني يعني ارسم مثلا let's say I say as ويقول له ال y بس ال y اللي بغيرها، ال x استخدم نفس هذه let's say انه هذه ما استخدمتها فطلع لي ال x وال y حق ال سيبل لينث وال y حقها ال بيتر لينث. هذا هو اللاين حقه. ف you can يعني for species يعني في الأزرق اللي هو لهذا النوع، الأخضر الخط هذا وهكذا. خليني أمسح اللاين ويعني نرجع نخليه بيسك شوية قبل لا نتعمق. هذه هي البوينت. أنا أبغى مثلا أغير يقول إنه الإكس equal length مثلا والواي equal width هذا الشكل. يتغير عندي الـ X ويتغير عندي الـ Y. أبغى أضيف title iris dataset. صار عندي title. تقدر برضو أضيف theme. عادة استخدم هذا theme. هذا الـ minimal. الآن أبغى بس أوريكم آخر نقطة بنتكلم عنها، نقطة قصيرة بس، إنه أنا كيف من خلال البايب أبغى أسوي الداتا مانيبوليشن والكلينينج وآلسو فيجواليزنج. بس يعني اللي راح أسويه ما راح أسوي أي شيء جديد غير إني أدمج الجزئين هذه. قلت راح اخذ عفوا لا مو هذا هذا
طلعت these two columns and I want to visualize them الحين. يعني I took the tuple, clean name زي ما قلنا, filter, select, أمسح بس الكولوم هذا. نشوف الحين when we run it, التايدي لوج تقول لنا إيش صار, يعني إيش سوينا عمليات وإيش أثرها على التبل. بعدها أنا I want to visualize. TG plot AS الX أخليه الود زي قبل شوي, ما في شيء جديد. الY equal length, راح أخليه مثلاً جيوم بوينت. طبعا ما الكالر doesn't make sense لأنه إيش, لأنه كلهم نفس النوع, إحنا we already filtered عليه. فبس ممكن أخليها مثلاً call steel blue وأشوفها هنا على اليمين. لما تيجي تقرأ الكود مرة ثانية, أنا أخذت I cleaned الصفوف هذا, فلتر يعني سويت لها فلتر بناء على هذه الشروط. الكولوم هذا اللي اخترت I renamed, في الأخير سويت visualization. تقريبا هذه هي التايديفيرس in very basic sense. في one point بس بضيفها هنا لل, يعني أنا حطيت هنا هذه as a call, يعني as a color. ممكن أضيف اللي هي facet wrap ما عندي الاسم كله عشان اخذ الاسم. الآن أشوف إنه خليني أمسح هذا عشان تبين تكون أوضح وأحسن. شوف إني أنا سويت لها لكل نوع, أنا سويت حطيته في بلوت نفس اللمف نفس الوجه. بس طبعاً يعني ممكن يكون السكيل حقهم مختلف, فسكيلز عادة نقول 3 فيطلع لك بجنبها ايش السكيل. يعني هذه كلهم تقريبا هذا الرينج حقهم مختلف, بس عموما احيانا تتعامل مع values يكون سكيلز حقها مختلف. ف اذا ما حطيت فري هو يثبتها لك, يجمد لك الاكس اكسس والواي اكسس, الرينج ثابت لها لكل الفاريبلز اللي عندك. هذه هي تايديفيرس باختصار. في اعمق من كذا لكن اتوقع انه هذه الاساسيات راح تحطك على الطريق الصح انك تبدا و يعني تقدر كلين الداتا و يعني تسوي بعض التحليلات. وتفضل عبد القادر معك. صراحه الله يعطيك الف عافيه, ما قصرت يا محمد. طيب انا لسه قاعد افتكر بدينا السيشن هذا والقاعده هذه واللقاء هذا بان احنا نتعرف ايش كل نافذه من النوافذ هذه تقدم, والآن الحمد لله صرنا نعرف كيف نسوي بلوت وكيف نرسمها وكيف نسوي فيجواليزيشن للبيانات بشكل مبدئي. فيعطيك ألف عافية. بس كثرة المعلومات اللي قدمت في هذا اللقاء, إذا أقدر أطلب منك أنك تلخصها لنا في أقل من 10 دقائق كل النقاط اللي قلتها, لأنه تبحرنا في شيء مرة كثير. فإذا ممكن تسوي لها سامورايز في 10 دقائق تقريبا كن ممنونين لك. طيب ممتاز. نبدأ من البداية. طبعا كل سكشن تقريبا حاولت أنه يعني أعطيها تايتل عشان يكون واضح هي بخصوص إيش. في البداية إحنا شفنا كيف نسوي الماث أوبريشن بالآر, شفنا كيف إحنا كرييت فاريبلز, وشفنا أنه عندنا أنواع, عندنا انتجرز, عندنا كاركترز, عندنا نوميريك, عندنا لستس, عندنا فيكتر أوف نوميريك, فيكتر أوف of characters. شفنا كيف نقدر نسوي نعرف التايب حق الفاريبل او الكولوم نفسه. هذه كلاس نقدر من خلالها نعرف التايب. يعني مثلا مره ثانيه عشان بس
يطلع لك ايش التايب حق الفاكتور هذا از نفس الكاركتر اللهم متخزن بطريقه انه يكون يخلي الكمبيوتيشن اسرع. تعرفنا على الليست وقلنا انها كولكشن او مجموعه اوف سواء متغيرات او فيكتورز انواعها مو لازم تكون نفس الشيء. تكلمنا عن النوع اللي عادة معظم الداتا ساينتست يشتغلوا فيه اللي هو الداتا فريم اللي قلنا انه مثل الاكسل، يعني تخيل اكسل. وبرضه نظرنا له وشفنا انه فعلا كأنه اكسل. تكلمنا عن الفرق بين الداتا فريم والتبل. الداتا فريم عادة يطلع لك يطبع لك كل شيء، بينما التبل نفس الداتا فريم بس اللهم يعطيك ملخص عن الداتا فريم، يعطيك كم كولوم كم روز، يعطيك انواع كل كولومز، ويعطيك برضو يطبع لما يطبع لك ما يطبع لك كل شيء، يطبع لك بس اول 10 صفوف. تكلمنا عن الفانكشنز، تكلمنا كيف وي كرييت فانكشن، كيف النيم حق الفانكشن، ايش الارجومنت اللي تاخذها الفانكشن. تكلمنا عن كيف اللي هي الديفولت ارجومنت اللي هي عاده ما يحتاج، يعني اذا المبرمج ما وفرها الفانكشن نفسها راح تستخدمها. تكلمنا عن الاف ستيتمنت، هذه كلها بيسكس بالنسبه للبرمجه في اي لغه راح يواجهها الشخص. الاف ستيتمنت تكلمنا عن كيف نسوي نطبع في هالحاله بس اذا انه a equals 1 اطبع هذا، اذا انه مو صحيح اطبع السطر هذا. وبرضه شفنا الاف else وايش صار معاها، وعرفنا انه في البرنت اذا انها اف else معناها تطبع مرتين اذا انك مستخدم الاف else. الفور لوبس تكلمنا انه في ار نادرا ما راح تستخدم الفور لوبس، راح نستخدم ماب من لابري اسمها بير، بس لو انك انت تبغى تكتب فور لوب هذه هي الطريقه في ار. عندنا طريقتين تكلمنا عنها، اننا نمشي فاليو ورا الثانيه يعني واحده واحده، او اننا من خلال الاندكس زي ما سوينا هنا. الباكجز تكلم كيف احنا وي كول ا باكج نستدعيها، او اننا وي نصبها انستول ات. تكلمنا عن بعدها دخلنا للتايدي فيرس، تكلمنا عن البايب في السكشن هذه، وتكلمنا عن التايدي فيرس، تكلمنا عن اهم فانكشنز من التايدي فيرس اللي هي ميتيت عشان وي اد نيو كولمز، وشفنا كيف انه سهل انك انت يعاد نيو كولوم. وشفنا برضو الكاستنج، يعني الاي هذه ما ذكرناها الا مره واحده فهو حطها على كل الصفوف. وشفنا كيف نقدر نسوي مو بس نضيف شيء زي الاي، برضو نسوي اوبريشن انه انا والله ابغى اجمع الكولوم هذا مع الكولوم هذا، ممكن ابغى المين، تقدر تروح في تعقيد اكثر زي ما تبغى. تكلمنا عن select وقلنا انها بس للcolumns، يعني انت من خلالها تختار select بس للcolumns. وتكلمنا برضو عن select f كيف تقدر انت تختار يعني بس بناء على النوع، اذا انه الcolumns مثلا numeric او انها مثلا characters. تكلمنا عن filter وقلنا انه بس للصفوف، الفرق بين select انه columns، الفلتر الصف بناء عليها احنا نفلتر على شروط معينة إيش نبغى من الدات. تكلمنا عن سمرايز وقلنا إنه في البداية أنت يو ستارت لأنك يو ميتيت ويو سيلكت ويو فلتر، وبعدين يو سمرايز في الأخير، أنت بعد ما طلعت الدات اللي تبغاها إيش تبغى، تبغى المين، تبغى السام، فتستخدم الفانكشن هذه سمرايز. آخر تو فانكشنز تكلمنا عليها اللي هي الرينج ورينيم، هي في الديبلر أو من الفانكشنز اللي مرة مهمة، اللي هي الرينج للترتيب الداتا فريم بناء على كولوم معين، أو نقدر حتى نضيف أكثر من كولوم بس ما اتطرقنا لها هنا. وتكلمنا عن الرينيم كيف إحنا نعيد تسمية واحد من الكولومز. فمعظم الفانكشن اللي تكلمنا عنها كلها تمس الكولومز، اللهم فلتر هذه خاصة بالروز.
تكلمنا عن function من generator اللي هي clean names. وفي الأخير قبل الأخير تكلمنا عن ggplot. طبعاً في شغلة نسيتها برضو اللي هي الوايد داتا فريم واللونج داتا فريم، كيف نقدر نحول داتا فريم إلى لونج، كيف نقدر نحول على وايد. عادة اللونج داتا فريم it's called يعني tidy data، المفروض كل كولوم يعني له شروط معينة، كل رو المفروض يعني كل كولوم المفروض إنه variable، وكل رو المفروض إنه unique. تكلمنا عن الفيجواليزيشن ggplot، وشفنا كيف نقدر نسوي فيجواليزيشن، وبرضو في الأخير شفنا كيف البايب، كيف نقدر نكتب يعني ناخذ داتا فريم ونسوي عليه set of operation وبعدين فيجواليز it. وقبل هذا شفنا التايدي لوج، كيف يعني تعطينا لوج على الشغلات اللي احنا سويناها، ايش الاكشن مثل اننا فلترنا، كم بقى من الداتا، ايش اللي راح، ايش اللي بقى. برضو في الموتيت لو انك انت تضيف نيو كولوم ومثلا فيه ان اي يقول لك والله في هذا العدد من ان اي، فمره يوسفل. هذه هي باختصار كل البوينتس اللي تكلمنا عنها اليوم. يعطيك الف عافيه ما قصرت. بالنسبه الان نبدا فقره الاسئله، في شايف في اسئله اوريدي بدات تطرح، فاستاذ خالد اذا ما عليك امر تمسك هذه الفقره وتناقش فيها الاستاذ محمد. اكيد طبعا انا ابدا من تحت الى فوق، راح احاول اقرا كل الاسئله اللي موجوده. هذا سؤال يقول هل راح نستخدم البي اي تول، يقصد الباور بي اي الداشبورد. لا احنا راح نستخدم ان شاء الله الشايني اللي هو هي اصلا باكج في الار، ما راح نتطرق للباور بي اي تول، راح نبني الداشبورد في الار نفسه. سؤال ثاني واحس انه تكرر كثير، واذا ممكن محمد جاوبه، ذكرت التبل والداتا فريم، هل في بينهم فرق؟ التبل هو التبل هو داتا فريم، والعكس غير صحيح، يعني داتا فريم مو تبل. والشغله الثانيه الفرق بس في كيف الداتا از ريبريزنتد يعني لليوزر بشكل عام، مش عارف اندر ذا هود ايش ال ار ار مور ديتيلز ذان ذس. صحيح. هو طبعا الداتا فريم هي عباره عن جدول، يعني بالكلمه البسيطه هو جدول فيه كولوم اعمده وصفوف زي ما هو موجود في الاكسل. التبل نفس الشيء، لكن في بروسيس بيهايند تسرع عمليه التبل، زي برضو يمكن ما تطرقنا اليوم الداتا دوت تيبل، هو جزء ايضا من الجداول اللي موجوده في الار، ولها طريقه في الاندكسنج تسرع عمليه البروسيسنج على الجدول. بس في النهايه هي عباره عن جداول، جدول صفوف واعمده. طيب في سؤال وحسه مهم، يتكلم عن أهمية البايب ومتى نستخدمه ومتى لا. اتطرقت له كثير البايبز في الار، فيبغى يفهم متى استخدمه ومتى لا. المفروض إذا عندك أنت يعني أكثر من لاين تبغى من خلاله تطبق بعض الاوبريشن على الداتا فريم، انت تستخدم البايب. اللهم اللي ما عندك الا سطر واحد المفروض ما تستخدمه، لكن معظم الاحوال يعني 98% المفروض انك تستخدم البايب. وهذه ميزه ار، يعني ار يعني هو لما تيجي تقارنه بايثون، البايب صراحه من اكبر الميز اللي ممكن تشوفه. نقدر نشوف كيف الريدابيليتي بسهوله، انت تعرف ايش اللي انا كتبته من خلال البايب بسهوله يعني. صحيح. طيب في ايرور هنا واحد من الاخوان حطه، الايرور يقول انه الاز اندرسكور تيبل الفانكشن هذه مين موجوده. انا جاوبته بس برجع عيد اقول انه دائما غالبا هذا الخطا يحصل لما يكون في باكج معين انت ما سويت له داونلود. في بعض الفانكشنز الار غالبا في بيس فانكشن وفي فانكشن تجمع اللايبرريز، غالبا اذا لقيت هذا الايرور دائما ابحث هل انت سويت انستول لللايبراري، هل استدعيتها في الار او لا. لانه الار زي ما شرح محمد هو عباره عن والبايب نفس الشيء، هي عباره عن باكج. يعني في علماء كثير
خلني أقول expert وديفلوبرز سووا باكيجز كثير تساعد أي أحد يستخدم هذه اللغتين. أنت بس مجرد تستدعيها وتعرف كيف طريقة استخدامها وتستخدمها للغرض اللي هي أنشأت له. يعني في واحد يسأل الفرق بين الآر والبايثون ويقول إنه هو شايف إنه هو كان يستخدم البايثون لكن شايف إنه الآر إيزير وما يدري ليش، هل ممكن توضح الفرق بينهم أكثر؟ طبعاً أنا أتكلم عن تجربتي الشخصية، هذا اللي أنا شفته. يعني أنا آر لما أنت تتعامل مع البيس آر راح تلقى إنه بايثون أفضل يعني أسهل، بس لما تيجي تشوف التايديفيرس في آر لا راح تلقى إن آر سيمبلر. شخصياً أشوف يعني أفضل آر، مرة تعجبني آر. إذا إنه آر عجبتك أتوقع إنه سعيد يعني إنك لقيتها إيزير. في الأخير أتوقع إنه تقدر يعني تقدر تسوي كل اللي تبغاه سواء بآر أو بايثون. صحيح. في واحد من الأخوان كتب علق على يعني ساركاستك شيء، بس بحب أرد عليه بتوضيح إنه هو كتب يسويها الإكسل. أنا اللي أحب أوضحه الإكسل من أقوى التولز اللي موجودة في السوق صحيح، لكن في ليميتيشن كبيرة في الإكسل وهي عدد الروز. يعني إحنا نتكلم عن 1,500,000 وحاجة إذا ما خاب، يعني هذا الرقم اللي إكسل يتعامل معه. فأكثر من كذا أنت ما تقدر تتعامل مع الداتا في إكسل، عشان كذا الآر والبايثون طلعوا in addition to the advanced level of analysis. هنا الإكسل يوقف، يعني الإكسل عنده limitation في بعض الحالات. أكيد في كثير من الأشياء اللي ذكرناها إكسل يغطيها، لكن لما تدخل في الأدفانس ليفل أو تدخل في التعامل مع بيج داتا والدات الكبيرة هنا يصعب عليك التعامل بإكسل. راح أنزل تحت المسجات الجديدة إذا في أسئلة أخرى. ثاني يسأل برضو يقول الداشبورد راح يكون في اليومين الأخيرة. صحيح. طبعاً راح نبني في اليوم الثالث والرابع نبدأ في بناء الداشبورد. غداً إن شاء الله بتكون في أسئلة على الكورونا داتا، الكورونا فيروس داتا ست، ونبدأ نجاوبها مع بعض. يعني أسئلة ممكن تكون منكم مثلاً سؤال معين زي ما ذكرت هو جزء من الإكسبلوراتري أناليسز راح نغطيه بكرة. يعني مثلاً أي سؤال يخطر ببالك تبغى تجاوبه عن الكورونا فيروس ممكن تذكره وإحنا نحاول نحله مع بعض من خلال هذه الفرق بين الشايني والمارك داون. إذا ممكن محمد تكلم ولا ننتظر إلى أن نوصل للمرحلة دي؟ لا سؤال يسأل يقول الفرق بين الشايني والمارك داون. المارك داون عادة تستخدم طبعا انك انت تسوي فيه ريبورتس، او انك مثلا افار انك انت تبغى تكتب كتاب، او انك مثلا تبغى تسوي بلوك. بينما شايني انت قاعد تبني داشبورد، تقدر يعني في شايني تضيف انت مثلا ار مارك داون، يعني تقدر تضيف الفانكشناليتي هذه، بس مينلي شايني هو داشبورد. او تقدر تفكر فيه انه ويب سايت بسيط. عادة شايني واحدة من النقاط اللي مهمة، يعني البعض يعني ممكن يشوفها بكرة ويقول باور بي اي ولا تابلو يسوي الشغلات هذه. شايني تعطيك الكستمايزيشن. والشغلة الثانية عادة في الشركات لما يبغوا يسووا بروف كونسبت ولا في شركات ناشئة تبغى بدون قبل هي تستثمر بقوة في المجال تبني شيء بسرعة بشايني وتختبره في الماركت وتشوف هل راح يعطي النتيجة المرغوبة. إذا أنه فعلا يعطيها وقتها تروح وتستثمر أكثر في الموضوع. طيب آخر سؤال، أحد الأخوان يقول does clean name function works with an Arabic. طبعا العربي في الآر، اللغة العربية في الآر تتعامل معها زي أي لغة. طبعا في الانكودينج يعني إذا تحول الآر إلى UTF-8 تقدر تتعامل مع اللغة العربية، لكن في بعض اللايبريز
وبعض الفانكشن ما تشتغل بسبب انه الشخص الديفلوبر اللي بناها ما بناها على لغه الانكودنج اللي هي اليو تي اف 8. فانا ما عندي جواب يعني لهذا السؤال، انه هل الكلين اندرسكور نيم فانكشن تشتغل مع اللغه العربيه؟ هاف تو تيست ات اور ديد يو تيست ات يا محمد بيفور؟ هل على ما اذكر يعني انه دازنت ورك. اوكي طيب، هذا اللي عندنا، يعطيكم الف عافيه. اعتقد انه جاوبنا على اغلب الاسئله اللي موجوده. ما ادري اذا العافيه ابداته في اي شيء باقي. محمد يس هاني يقول ممكن مره اخرى البيفت لونج والبيفت وايد، الريكوردينج حق الفيديو هذا بيكون موجود. نعم. فتقدر تشوفه مره ثانيه يعني. هذا بيكون يعني إذا لسه عندك أسئلة بعد ما تشوف الريكوردينج مستعد أجاوب وأدخل معك أكثر في الموضوع. جميل جدا. زي ما قال الأستاذ محمد، اللقاء هذا كامل حيكون مسجل، حنعرضه على كل قنوات المجموعة إن شاء الله، وأي أحد يقدر يطبق ويمشي معها خطوة بخطوة. الكود هذا كامل حيرسل لكل الناس اللي سجلوا. كيف طريقة التسجيل؟ اوريدي فتحناها، الناس اللي لسه ما سجلوا حنفتح اليوم كمان تسجيل اليوم الثاني حق بكره، فتسجل عشان يجيك محتوى اليوم الثاني، وحنرسل لك الاول just in case. فحنرسل لك المحتوى بحيث انك بكره تيجي جاهز في حال انك تبغى تطبق مع مباشره، وفي حال انك تبغى تجي وتتعلم زي ما الاغلب جاء وتعلموا وبعدين يطبقوا براحتهم مع الريكوردينج. الآن وصلنا لآخر نقطة، اللي هي نقطة صراحة نبغى نشكر الشباب اللي شاركوا. بداية نشكر راعي التمكين في مجتمع البيانات بمدينة الرياض ماستر ووركس على رعايتهم لمجتمع بيانات الرياض وتمكينهم لنا أن احنا نقدر نسوي لقاءات بهذه الجودة توصل لعدد أكبر والكل يستفيد منها. فشكرا جزيلا ماستر ووركس. كمان نشكر الشباب اللي هم خلينا نقول فريق عمل رياض داتا كوميونيتي أو مجتمع البيانات بالرياض على إدارة هذا اللقاء كامل على رأسهم الأستاذ عبد الرحمن الغفيلي. وأكيد الشكر الجزيل للمحاضرين الرائعين خالد القرني ومحمد الفيفي. ألف شكر جزيل، ألف شكر لكم، وشكرا كمان للناس اللي شاركوا. أنتوا كحضور في شيء مميز أنا كنت ألاحظه في الشات، إن في أحد يسأل ونفس اللي في الشات قاعدين يجاوبون عليه. فهذا هو الكوميونتي، المعلومات بيننا من الكوميونتي الى الكوميونتي. فشكرا جزيلا على تفاعلكم، وبكره ان شاء الله حنبدا في اليوم الثاني اللي حيكون فيه حنتعلم كيف نتعامل مع البيانات حق الكورونا، كيف حنسحبها، كيف حنتعامل معها ونجهزها للفيجواليزيشن. اذا سمحت لي بس شدني واحد من الاسئله انا لازم ارجع له واجاوب عليه. دكتور ابتهال، What are the advantages of using R instead of SAS in data؟ طبعاً الـ advantages بحكم الخبرة السابقة في الساس، الساس غالباً لو بتكلم عن predictive model الساس build in، يعني مثلاً لو أنا بجي أستخدم model موجود already في الساس، فشركة ساس هي already بنته وحطته وسوت له install في نفس التولز هذه اللي ساس، مثلاً زي ساس ماينر. نتكلم مثلاً عن الإكس جي بوست، الإكس جي بوست بروكرينج وهذه الأشياء صحيح هي جاهزة ومبنية، فصعب جداً المانيبوليشن فيها، بينما الآر والبايثون هذه أوبن سورس، يعني الكنترول فيها على الألغوريثم فيري إيزير، أسهل كثير، تقدر تعدل في الألغوريثم، تقدر تطبق الألغوريثم بالطريقة اللي تناسبك، تقدر تبني عليها فانكشن. فهذه الأدفانتجز اللي أنا أشوفها من خبرتي يعني السابقة في الساس والآر في البريدكتيف موديل. Other than that في المانيبوليشن اتفق ان الساس اسهل بالذات للناس اللي ما يستخدموا الكود في الداتا مانيبوليشن، في الديسكريبتيف اناليسز الساس اي جايد ممتاز، الاي ماينر فقط زي ما ذكرت في الموديلنج في ليميتيشن شوي. يعطيك العافيه. طيب يعطيك الف عافيه. احنا في النهايه نقول انه هذه عباره عن تول، ما يهم التول، يهم أنت كم شخص متخصص بالبيانات إيش تستخدم وكيف تستخدم.
خبرتك في هذا المجال هي اللي تحدد. أنا أستخدم R ولا أستخدم SAS ولا أستخدم Excel. Excel ما في شيء تقدر تستخدمه لكثير من الأشياء، فمهما كان التول المهم الإكسبيرينس اللي عندك كيف تقدر تحول هذه الداتا إلى معلومات. فإحنا اليوم نتكلم عن R، بكرة نتكلم عن البايثون، بعدين نتكلم عن SAS ونتكلم عن غيرها وغيرها. فأهم شيء شخص متخصص، أما هذه مجرد تول وإحنا اللي نستخدمها ونوظفها إنها تطلع لنا المخرجات. يعطيكم ألف عافية جميعا، نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الموعد، وراكم على خير. يلا سلام.